مساء الخير على حضراتكم، ومساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. مساء الخير على جماهير النادي الأهلي في العالم كله. النهاردة حلقة بداية الأسبوع مع البيت الكبير. خليني بس أقول ألف ألف مبروك لمصر، ألف مبروك لمنتخبنا، منتخب كرة اليد اللي صعد النهاردة للمرة الخامسة في تاريخه إلى دور الثمانية. مباراة كانت أكتر من رائعة، عندنا رجالة، عندنا إصرار، عندنا عزيمة. تقول مبروك لأسرة كرة اليد، لعيبة، إدارة على مستوى اتحاد الكرة لكرة اليد، كل اللاعبين، وأولهم طبعا مبروك للشعب المصري صعود منتخبنا إلى دور الثمانية. النهاردة حلقتنا في البيت الكبير إن شاء الله هتكون حلقة مميزة جدا، معانا ضيوف مميزين جدا، أكيد إن شاء الله هنستمتع بحلقة مميزة في البيت الكبير زي ما عودناكم دايما هنا في قناة النادي الأهلي. قبل ما نقول أي حاجة طبعا لازم نرحب أكيد بالمتألقة دايما سهام، برحب بيكي كابتن هاني. شكرا ليك صديقي العزيز، شكرا ليك، ومبروك لمصر، مبروك لمصر حبيبتي. شو يعني نقول إيه؟ نقول ألف ألف مبروك يا جمهور النادي الأهلي العظيم، يا جمهور مصر العظيم، ألف ألف مبروك. زي ما أنت قلت كابتن هاني، النهاردة حلقة مميزة عشان هنتكلم فيها عن صعود منتخبنا الوطني لكرة اليد لدور الثمانية. ألف ألف مبروك، مباراة كبيرة جدا وصعبة وعظيمة أمام سلوفينيا. يمكن إحنا ضيوفنا اللي كانوا بيشرفونا في البيت الكبير هنا كنا دايما نتكلم عن أصعب مباراة منتخبنا هيواجهها، كانت هي سلوفينيا اللي قدامنا. الحمد لله تنتهي هذه المهمة بتعادل 25-25، منتخبنا يعود مرة أخرى من بعيد وتقدم في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ولكن برضو منتخب سلوفينيا قدر أنه يحقق التعادل في آخر الثانية. ليه؟ أكيد كان نفسنا منتخبنا يعني يفوز أو يعدي، لكن التعادل مرضي جدا الحمد لله في ظل مستوى برضو فريق سلوفينيا القوي اللي احنا النهاردة واجهناه يعني بكل شراسة الحقيقة. النهاردة في البيت الكبير هيكون معانا في الفقرة الأولى الأستاذ محمود صبري الناقد الرياضي طبعا المعروف ومدير تحرير الأهرام، علشان نتكلم في هذا الموضوع، وطبعا عن نادينا العالمي اللي بنفخر بيه أيضا وبيمثل اسم مصر الشهر الجاي بإذن الله في مونديال كأس العالم للأندية. والفقرة الثانية الحقيقة هنتكلم فيها مع واحد من أصحاب المهام الصعبة في الرياضة المصرية. هنتكلم النهاردة مع الأستاذ ممدوح الششتاوي، والأستاذ ممدوح هو المدير التنفيذي للجنة الأولمبية ورئيس لجنة الإقامة والإعاشة لكأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر، وأفتكر أنه هيكون حديث مهم جدا عن مونديال اليد، البطولة اللي نجحت مصر في تنظيمها وخروجها بالصورة المشرفة في ظل الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة اللي بتمر على العالم كله. ألف ألف مبروك لمنتخبنا، أنا مبسوطة جدا. طبعا أستاذ كمان ممدوح الششتاوي من الشخصيات المميزة، الشخصيات المحترمة، إن شاء الله هيكون لقاء ممتع. لكن خلينا نتكلم في البداية عن منتخبنا، منتخب مصر كرة اليد اللي كان عنده مباراة مهمة جدا جدا النهاردة أمام سلوفينيا. زي ما سهام قالت والخبراء قالوا إن سلوفينيا من أقوى الفرق على مستوى البطولة. إحنا عارفين كمان إن يمكن بعد الفوز في الدور الرئيسي بمباراة الاتحاد الروسي وبعدها بيلاروسيا، المنتخب المصري النهاردة كان بيواجه قسم عنيد جدا جدا، وظهر دوت من خلال الشوط الأولاني يمكن تراجع شوية في النتيجة، وكان يمكن الفارق كان وصل لأربع وخمس أهداف. لكن مع بداية الشوط الثاني شفنا حاجة تانية خالص بصراحة، قدر طبعا فريقنا بيقلب الطاولة على فريق سلوفينيا، وعاد من بعيد جدا وعمل رومونتادا أكتر من رائعة، وكمان اقترب من تحقيق الفوز في اللحظات الأخيرة. لكن طبعا منتخب سلوفينيا قدر في الثواني الأخيرة أنه يتعادل. أكيد كنا عايزين منتخبنا يفوز، لكن خلينا نتكلم بكل أمانة، النهاردة كمان التعادل يعتبر مكسب كبير جدا جدا. بالتعادل دوت ضمن منتخبنا الوصول لدور الثمانية. احنا عارفين ان طبعا منتخب مصر يعني ان شاء الله في ظل اعتقد في مباراة دلوقتي بتتلعب ما بين منتخب السويد ومنتخب روسيا، اي نتيجة احنا في دور الثمانية. لو ان شاء الله المنتخب الروسي قدر يفوز على السويد تتصدر مصر المجموعة. وكمان من يعني خلينا نتكلم كمان على الايجابيات الكبيرة اللي ظهرت النهاردة، عندنا الاصرار والروح والعزيمة اللي ظهروا الشوط الثاني. انت بتلعب فريق عنيد جدا جدا، سلوفينيا قدمت مستويات رائعة مش بس النهاردة، كمان من خلال المباريات اللي فاتت. النهارده المنتخب المصري بيقدم صوره رائعه، عوده قويه جدا جدا في الشوط الثاني، مكاسب كتيره جدا من خلال هذه المباراه. زي ما بقول لحضراتكم احنا كده كده ضمننا الصعود لدور الثمانيه. دلوقتي بيتلعب مباراه روسيا والسويد، السويد تفوز
يبقى السويد في المركز الأول ومصر في المركز الثاني. أي نتيجة غير كده إن شاء الله لو المنتخب الروسي كسب المنتخب السويدي أعتقد يا سامي إحنا خلاص بقينا في المركز الأول، ودوت كمان نتمنى إن إحنا نكون في المركز الأول عشان نقابل تاني المجموعة الثانية. لكن خلينا نتكلم بكل أمانة بالروح والإصرار اللي إحنا شفناهم النهاردة، البطولة صعبة جدا، الفرق عنيدة. يعني الفرق على مستويات عالية جدا. وخلينا نكلمك كمان النهاردة رجل المباراة بيخرج من داخل صفوف منتخبنا يحيى خالد طبعا. اللعيب المميز جدا، ولسه كنت بتكلم مع ضيوفنا يحيى خالد طبعا اللاعب المحترف في احد الانديه في المجر، والمجر من مستويات كره القدم اليد العالميه، بتبعت له ورساله كمان بعد المباراه على طول بتبارك لخالد يحيى وبتقول له بالتوفيق واديت مباراه رائعه. صحيح. وزي ما بقول لك والصوره دوت طبعا صوره اتبعتت طبعا على طول على اعتقد انستغرام النادي المجري بيهني لعيبه لاعب منتخب مصر يحيى خالد بالمستوى الرائع اللي قدمه النهارده بفوز منتخب طبعاً. مصر. فعايز اقول لك النهارده مكاسب كتيره جدا وكلنا كنا سعداء، ويعني كمان على مستوى الروح وعلى مستوى الاداء وعلى مستوى العوده اعتقد النهارده كان مكسب كبير جدا في انتظار بقى نتيجه والإصرار. السويد وروسيا ان شاء الله الإصرار يعني. وطبعا قبل كل شيء ربنا سبحانه وتعالى اللي وفق طبعا منتخبنا وبيحيى خالد وبعلي وبالدرع وبالطيار وباسلام حسن. يا اسلام مبروك مبروك الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا سلام. الله يخليك. مبروك. الف مبروك يا كابتن اسلام. يعني مباراه كانت صعبه، وزي ما بنقول المباريات خاصه مباراه سلوفينيا دوت يعني من المنتخبات اللي ظهرت بشكل اكتر من رائع. انا في اعتقادي كمان كانت اصعب من مباراه السويد. رؤيتك ازاي للمباراه وشعورك ان خلاص احنا بقينا في دور الثمانيه للمره الخامسه في تاريخنا في كاس العالم لكره اليد؟ الحمد لله رب العالمين. والله بص اكيد مباراه صعبه قوي، انت بتقابل فرقه على طول بتنافس في الثمانيه وثالث عالم مره او رابع عالم مره. هي فرقه مميزه جدا، احنا كنا عارفين من الاول ان عندها من احسن اربع بلاي ميكرات في العالم كله، ودفاعها مميز والجون بتاعها النهارده برده كان موفق جدا، فاحنا كنا عارفين ان المباراه صعبه. احنا اتكلمنا كده قبل الماتش، حرام ان احنا البطوله دي كسبنا فرق كتير اوروبيه، احنا بقالنا كتير قوي ما كسبناش فرق اوروبيه كتير. حتى البطوله اللي احنا خدنا فيها تامن السنه اللي قبل اللي فاتت ما كسبناش فرق اوروبيه، احنا كان بس يعني كسبنا فرق معينه فعرفنا ان احنا نوصل لتامن، لكن ما كسبناش فرق اوروبيه. فان انت البطوله دي تعمل بطوله قويه وتكسب فرق اوروبيه كتير، فكان حرام ان انت تطلع او على الاقل ما تدخلش في وسط الثمانيه. فكان هدفنا ان احنا ندخل الاول دور الثمانيه، وهي دي كانت البوابه بتاعتنا الوحيده. كنا عارفين ان احنا نقدر نكسب، بس كان محتاجه شويه تركيز. في اول مباراه كان الموضوع صعب شويه، بس الحمد لله يعني قدرنا نظبطها تاني. كابتن اسلام طبعا انتوا بتتكلموا على ماتش اكيد كنت عاملين له كل الاعتبار، يعني حتى هنا الكباتن اللي شرفونا دايما محمد عبد الله عبد الوارث كابتن محمد ابراهيم كانوا كلهم بيتكلموا عن مدى صعوبه مباراه سلوفينيا تحديدا، ازاي بتحضروا لها وازاي بيبقى في حسابات ليكم مختلفه عن اي مباراه ممكن تكون سهله نوعا ما. انا معلش انا ما سمعتش الصوت قطع خالص. بتكلم عن مدى صعوبه فريق زي فريق سلوفينيا بيتعمل له الف اعتبار بشهاده طبعا كل الكباتن اللي شرفونا هنا في البرنامج، بتحضروا ازاي لمباراه مهمه كده عن اي مباراه قد تكون سهله اي مباراه اخرى؟ يعني سلوفينيا تحديدا كنتوا بتحضروا لها ازاي يا كابتن اسلام؟ بصي احنا كل المباريات احنا فعلا الموضوع في البطوله مجهود عصبي جدا. الحقش يا دوبك بتخلص ماتش ما فيش، تاني يوم بتبدا تحضر الفرقه اللي بعدها. احنا سلوفينيا بالنسبه لنا كان هو المدرب اتكلم على الفرقه ان احنا خلاص عملنا شكل كويس في البطوله، وده وقت ان انت تصعد، فوقت ان انت تصعد هيبقى من خلال الفرقه. احنا انا شخصيا شايف ان فرقه قويه جدا، بس ان هي ما عندهاش ضريبه، فهتقدر ان انت تقفل على الدفاع. اي فرقه فيها بلاي ميكرات كتير هيبقى الموضوع متعب شويه، لكن انت هتقدر تقفل على الدفاع في الاخر لان مشتوك من بعيد. فالحمد لله ده فرق معانا كتير. يعني هي فرقة قوية ويعني فرقة من أجمد فرق العالم، تعمل المستوى ده وإن أنت تبقى التركيز ده طول الماتش والمجهود البدني كان عليك عالي جدا، فالحمد لله الحمد لله إن إحنا ربنا كرمنا. زي ما أنت بتقول يا كابتن فرقة من أقوى فرق العالم، وكان النهارده كمان عندهم حارس مرمى رائع، ودايما إحنا عارفين
او خدنا خبرات خلاص كره اليد، عارفين ان الحارس المرمى 50% من قوه الفريق. الحمد لله عندنا الطيار وعندنا هنداوي ما شاء الله الاثنين على اعلى مستوى. خلينا اسالك على ان شاء الله طموحاتنا في دور الثمانيه. حضرتك طبعا عارف ان احنا نتمنى طبعا الوصول للمركز الاول علشان حتى يبقى المنافس في دور الثمانيه يكون الثاني من المجموعه الثانيه. رؤيتك ايه سريعا يعني لدور الثمانيه، وكمان يعني املك تلاعب مين؟ هل من الافضل لمصر ان شاء الله روسيا تفوز على السويد ونكون مركز اول، ولا بيكون لها حسابات ثانيه يا كابتن؟ بص اكيد اكيد انت الافضل ليك ان انت تبقى في الدنمارك، تقابل فرقه من الاثنين، هيبقى قطر والارجنتين، فان انت تقابل فرقه من دي اكيد هيبقى الموضوع، طبعا فرقه محترمه وكل حاجه، بس اكيد هيبقى الموضوع اسهل من الدنمارك بطل العالم، فاكيد انت كان نفسك تبعد عنها. لكن انت انا شايف ان الضغط خلاص اتشال من عليك، لان انت كان انت لازم او نسبه كبيره ان انت تدخل دور الثمانيه وتحقق مركز احسن من المركز اللي فات، ده انت حققته خلاص اوريدي، فانت محتاج دلوقتي خلاص الضغط خلاص تشيله من دماغك وتبدا ان انت تركز في المباراه العادي، يعني مباراه هاند بول بتستمتع وانت بتلعب بطل العالم، اكيد المباراه متعه، ان انت تحاول تكسب انت خلاص، يعني انت زي ما بقول لك انت الضغط اتشال من عليك، انت بتحاول خلاص تستمتع وتحاول تكسب، لان انت اي حاجه نتيجه بعد كده هيبقى انجاز ليك، فده الضغط بالعكس الضغط هيبقى عليهم اكتر، ان احنا فريق نعتبر فريق صاعد بيقدم مستويات كبيره، فده ده هيبقى الضغط عليهم. انت بتقابل بطل العالم، فانت يعني اظن ان انت ما عليكش ضغط، اظن ان الجمهور هيبقى مقدر حاجه زي كده، فانت بتحاول تعمل المفاجاه، والريتم يعني والمستوى بتاعنا في السعوديه، فان شاء الله يعني ان شاء الله ما فيش حاجه بين ربنا وتقدر تكسب تاني ان شاء الله. ان شاء الله. انا عايز اساله سؤال على مفاجاه، انا اعتقد انها كانت مفاجاه او معركه، معرفش برضه رأي حضرتك الفني، هل تعتبر مباراة الأرجنتين أمام كرواتيا تعتبر من مفاجآت كأس العالم لكرة اليد؟ احنا عارفين طبعا كرواتيا كمان من الفرق الكبيرة جدا، لكن ظهرت الأرجنتين بمستوى أكتر من رائع وممكن تكون قدامنا في سكة يعني في اللي جاي قدامنا. الأرجنتين أنا أظن يعني الأرجنتين كل بطولة عالم بنروحها بتعمل لازم تعمل مفاجأة فعلا على طول. متعودين يعني حتى كأس عالم السويد قبل كده كسبت السويد، يعني على طول هي بتعمل مفاجآت، ده طبعا مفاجاه اكيد. لكن الارجنتين على فكره فرقه من اقوى فرق العالم برضه، صحيح فرقه قويه جدا على طول، لازم توقع حد من فرق تقيله كل بطوله، لكن هي ما كناش متوقع، مش متوقع، لان كرواتيا عارفه ان الماتش ده حاسم بالنسبه لها، فهي دي كانت الغريبه بالنسبه لنا، دي اكيد مصلحتنا اكيد ان شاء الله، اهم حاجه ان شاء الله يعني ماتش السويد روسيا يخلص لروسيا ان شاء الله. ان شاء الله. انا عايز اسالك سؤالين في واحد، اولا احمد الاحمر طمنا عليه، لان انا شفت يعني كان متشرح ومتجرح والتيشيرت بتاعه اتقطع، انا عايز اسال يعني في الحالات دي، طبعا احنا النهارده كلنا كنا بنفهم في طايره يعني، وكلنا كنا بنتابع في اليد بقى. وكله في اليد قصدي، وكلنا ما شاء الله كنا يعني ولا اروع يعني. طمنا اللقطه دي بتاعت الاصابه دي بيبقى فيها زي ضربه جزاء مثلا، دي بيبقى فيها طرد للعيب اللي عمل كده، انا ما فهمتش يعني، لان المباراه كملت عادي يا اسلام. هي المشكله ان انت اللعبه بتاعتك هي لعبه عنيفه. انت حسب التقدير، هي لعبه تقديريه جدا، الحكم بالنسبه له هو صح هيبقى في كل حاجه لان هو موضوع تقديري. والمشكله ان انت مش هتبقى عارفه ان الحكم ده هو عليكي ولا هو تقديري كده، لان هو حكم الماني، الدوري الالماني كله كده، كله ضرب وكله بيجيبوا كتير جدا الضرب، فانا ما تعرفش بصراحه، ما اقدرش ان انا اظلم الحكم، لكن هي فيها حاجات كتير انا شايفها فيها كتير بيتنات، لكن احمد الاحمر كويس كلها هي التيشيرتات، هي اللي احنا شفناه طبعا، وكان بيحتفل زيكم يعني معاكم الحمد لله لحد نهايه المباراه. السؤال الثاني، انتوا بين الشوطين كنتوا بتقولوا ايه لبعض؟ لان برضو كان ملاحظ قوي ان الشوط الاول كان مختلف جدا عن اداء الشوط الثاني، كنتوا بتقولوا ايه لبعض تحمسوا بيه نفسكم، والجهاز الفني او المدير الفني كان بيقول لكم ايه؟ احنا اللي اتكلمناه كلعيبه، احنا اتكلمنا ان التوتر كان باين في الاول، التوتر اللعيبه الضغط فعلا كان عالي جدا عليهم، فده حصل توتر، اللي اتكلمنا بين الشوطين ان احنا خلاص مش باقيين على حاجه، احنا فعلا احنا خسرانين، احنا مش باقيين على حاجه، فلازم خلاص نطلع اقصى حاجه عندنا ومحدش يلعب من حاجه. وحتى الجون ما تعتبروش، انا يعني انا شايف ان الجون لو اديته اعتبار او اديته حساب هتخسر او هتضيع كتير، لكن انت لو انت ما فكرتش في حاجه، انت بتفكر في المكسب بس، بتفكر في فده اللي هيفرق جدا معانا، وده اللي فرق فعلا معانا الشوط الثاني، ان اللعيبه بدات خلاص شالت كل حاجه من على دماغها والحمل كله شالته، ولا تركز ان احنا عاوزين نكسب بس، وده اللي حصل الحمد لله.
وان شاء الله ده كمان يحصل يا كابتن باذن الله في دور الثمانيه. يمكن يعني فريق الاعداد في الاير بيقول لي يمكن السويد متقدم يمكن دلوقتي بفارق 6 أو 7 نقاط اهداف، فوارد جدا ان السويد يكون مركز اول، لكن لسه المباراه طويله ونتمنى ان شاء الله المركز الاول لمصر. لكن زي ما انت بتقول خلاص دور الثمانيه اترفعت الضغوط، وشفنا لما الضغوط بتترفع عن اللعيبه ازاي الاداء بيتغير وازاي بيكون في حريه كبيره جدا بيديك اولويه حتى على اقوى الفرق يعني زي سلوفينيا. وان شاء الله ده اللي انت حضرتك بتتكلم عليه، ان اي منافس ان شاء الله في دور الثمانيه الضغوط مرفوعه، لكن كل الامال ان شاء الله للمربع الذهبي، وده كمان طموحات كبيره جدا جدا اكيد لحضراتكم ولكل الجماهير المصريه. يا رب ان شاء الله يا رب يجبنا كده بدور الثمانيه. خلاص زي ما قلت لحضرتك هو الضغط اتشال، انت بتلاقي البطل العالم انت هتعمل اللي وان شاء الله ان شاء الله تحقق النتيجه كده ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق. الف الف مبروك، تحياتنا لكل منتخبنا الوطني لكره اليد، شكرا ليك. وطبعا النهارده كمان كان حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان مهم جدا علشان يؤازر اللعيبه، فالنهارده ده برضو كان يعني حضور مميز جدا. اكيد اكيد يعني الدكتور اشرف صبحي اكيد رئيس الوزراء موجود، وكمان اعتقد كتير خلاص بقى من الشعب المصري دلوقتي كلهم كانوا بيستنوا مباريات منتخب مصر دلوقتي. كلنا كنا كل بنحلل النهارده. كل الناس بالظبط. ده مهم كمان ان الناس تعرف قوانين كره اليد. احنا يعني واحنا بنتكلم او احنا بنتفرج كاصحاب خبراء ما شاء الله، لا بنتناقش طبعا ده لازم يخرج دقيقتين، لا ده ضربه جزاء، ده يعني بدا التفاعل كبير جدا جدا من الشارع المصري مع منتخبنا، وده كمان ما نقول للعيبه. والنهارده عدم وجود الجماهير في المدرجات اعتقد احساس اللعيبه بالسوشيال ميديا بالنقل التلفزيوني ده واصل للعيبه اكيد. صح. اكيد مليون في الميه كان الوضع ممكن يتغير الى حد ما لو في جماهير كمان موجوده في الملعب، ده كمان بيزود من احساس اللعيبه بالبطوله وبيزود من قيمه البطوله. لكن طبعا الاجراءات الاحترازيه اهم بكتير. فخلينا نقول مبروك لمنتخبنا النهارده، خطوه كبيره جدا زي ما بقول لك سهام، دي المره الخامسه في تاريخ كره اليد الوصول للدور الثمانيه، ويسموها في كره اليد الثمانيه الكبار، دول الثمانيه الكبار. وكل التوفيق ان شاء الله في مشوارنا اللي جاي باذن الله. الحمد لله. نروح بقى لكره القدم. يلا نروح لكره القدم، وكلام مهم جدا اكيد في الفترات الاخيره حضراتكم متابعين عن الازمه التحكيميه المطاره في الساحه الرياضيه خلال يمكن الاشهر اللي فاتت، ويعتقد في ناس كتير جدا بتحاول، كل واحد بيحاول بقدر امكانه انه يدافع عن ناديه بشكل او باخر، وان هو فريقه هو المظلوم، وان الفار او التحكيم هو اللي بيجي على فرقته. خلينا نتكلم بكل امانه، يعني النادي الاهلي من اكثر الانديه يعني عانت كتير جدا من التحكيم، وعانت من الفار بشكل كبير جدا، خاصة يمكن كمان في الأسابيع الأخيرة. كلكم حضراتكم بتفتكروا مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة، لكن كل ده يعني خلينا نتكلم تاني نخرج منه تحت إطار طويل وكبير جدا، إن النادي الأهلي بيحترم المنظومة الرياضية وبيحترم إدارة التحكيم، لكن لما يكون في أخطاء لازم الضوء على هذا الحكم، أو الضوء على الفار، أو الضوء على سلبية. وليه كل دوت؟ علشان في مصلحة المسابقة، في مصلحة استمرار المسابقة بشكل جيد جدا. كلنا نتمنى وعلى رأسنا طبعا قيادة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، إن حتى لما بيبعت جواب الغرض كله مش إثارة الموضوع والتعصب، الغرض منه هو تقويم البطولة إلى الشكل المناسب. الأداء التحكيمي يا سامي أنت عارفة الأسابيع الأخيرة كان بيمر بأزمة كبيرة جدا لسه سموحه من واكيد لسة. اكيد طبعا لسة. يعني لازم يكون ليها حل ان شاء الله. نتمنى في الفترات اللي جايه يكون في تحسن على اداء الحكم الساحه، على اداء حكم الفار باذن الله. نشوف نتائجه بكره بعد الاجتماع. بكره في اجتماع مهم جدا للجنه الثلاثيه المكلفه باداره اتحاد الكوره، ده هيكون طبعا مع انديه الدوري الممتاز عشان يناقشوا الازمه دي. طبعا في بحث الشكاوى الانديه من الحكام، في هجوم النهارده شرس على قضاه الملاعب مؤخرا زي ما انت قلت كابتن هاني، بجانب طبعا التوصل لحلول لازمات تقنيه الفيديو. معرفش ليه انه النهارده تقنيه الفيديو طبعا مع الشركه المنفذه للتقنيه ديت النهارده يعني عليها جدل كبير جدا. كنا فاكرين ان وجودها في الملاعب هيقلل من الجدال اللي حاصل بشان التحكيم. انا في اعتقادي انه زود الجدل ما قللوش. وده النهارده الاتحاد الكوره او اللجنه الثلاثيه اللي بتدير اتحاد الكوره النهارده هي اللي لازم تعمل عليه. النهارده اتحاد الكوره طبعا الشركه دي مسؤوليه كامله لبحث هذه الازمات، واتمنى انه هذا الاجتماع ده ياتي بحلول وحلول سريعه جدا لازمه التحكيم المصري. وهنا عايز اتكلم في نقطه افتكر ان هي مهمه جدا، انه الاهلي
طول عمره مساند وداعم للحكم، وده اللي انا قلته من الخميس اللي فات، طول عمره داعم للحكم المصري. ولما بيتكلم عن اصلاح فهو بيتكلم علشان يحقق العداله وعشان مصلحه الكره المصريه ككل، مش عشان مصلحه نادينا فقط. صحيح، ده وده المهم. انا دايما دايما باكد على النقطه دي، لان في اي موقف النادي الاهلي كان بياخده كان اكيد بيبص لمصلحه النادي، ولكن مش على حساب انديه اخرى ومش على حساب الكوره، لكن بالعكس مصلحه النادي الاهلي دايما بتصب في المصلحه العامه. وزي ما اتكلمتي يمكن اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب كان بيناشد اللجنه الثلاثيه بانه يقيموا شويه عمليه التحكيم، مش للنادي الاهلي، بنتكلم لكل الانديه وللمسابقه بشكل عام. وعلى الجانب الاداري كمان ان سهام في نجاحات كبيره جدا جدا، واخرها النهارده النجاحات اللي بيقدمها اداره كره القدم للنادي الاهلي طبعا تحت اشراف الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وفي ظل طبعا وجود كمان لجنه التخطيط برئاسه الكابتن محسن صالح، لجنه التعاقدات بوجود امير توفيق. بصراحه يمكن كلمنا هنا في البيت الكبير دايما النادي الاهلي عنده اللونج فيجن، عنده نظره مستقبليه وبيامن لعيبته المميزه بشكل كبير جدا. ويمكن انا على مستوى الشخصي قلت يا جماعه الكلام ده كمان من شهور كتيره جدا، قلت لاعب زي اليو ديانج ده لازم يكون عنده عقد طويل المدى، لان لاعب مميز جدا بيكون في اغراء بالنسبه للوكلاء ان هو يخرج بره او يجي له عرض اخر. وبالتالي النهارده النادي الاهلي بيقوم بخطوه اكتر من رائعه، اعلن تمديد عقد كل من حمدي فتحي واليو ديانج، لاعبي طبعا وسط الملعب للنادي الاهلي لمده موسمين. طبعا كده كمان اصبحت تعاقدهم مع النادي الاهلي 5 سنوات قادمه، ان شاء الله نتكلم في 21 نهايه عقدهم مع موسم 25-26. كل ده طبعا في ضوء رؤيه الجهاز الفني والتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وكمان لجنه التخطيط برئاسة طبعا الكابتن محسن صالح، وامير يعني امير عبد الحميد امير توفيق للاسف اسف بيقوم بمجهود اكتر من رائع. هي مدير التعاقدات في النادي الاهلي خلي بالكم مهمه مش سهله، وانتم عارفين قد ايه الضغوطات اللي بيمارسها وقد ايه السوشيال ميديا كمان دلوقتي بيتابع بشكل كبير جدا عمليه التعاقدات. وعايز احيي امير على نقطه مهمه جدا هي السريه، ومدرسه النادي الاهلي اللي امير جزء منها وبيقوم بيها بشكل اكتر من رائع، ان هو بتخلص التعاقد بشكل كامل وبتعلن هذا التعاقد. ومعانا دلوقتي كمان يعني امير معانا على التليفون، بنقول لك امير اهلا بيك في قناه النادي الاهلي، ومجهود اكتر من رائع خلال يمكن الاشهر القليله اللي فاتت بوجود بواليا، بوجود بتتكلم كمان النهارده على تجديد لسه مجدد مع علي لطفي مع محمد شريف، بتجدد النهارده كمان مع حمدي فتحي مع اليو ديانج، فمجهود اكتر من رائع. امير بنرحب بيك في قناه النادي الاهلي وبنقول لك مبروك على النهارده التعاقد او امتداد التعاقد مع حمدي فتحي واليو ديانج. كابتن هاني ازي حضرتك؟ ازيك انت؟ جبت على الكلام الجميل ده. لا يا حبيبي تستاهل كل خير يا امير، انت عارف انا الحته اللي انت فيها دي حته صعبه قوي، انا الله يكون في عونك لانك انت في يعني تحت السبوت جامد جدا، ودايما جماهير النادي الاهلي عايزه افضل الصفقات واحسن الصفقات، وانت بتقوم بدور اكتر من رائع يا امير. هو يكلمنا طبعا هو انت كلمنا عن نجاح لجنه التعاقدات في الحفاظ على نجوم النادي الاهلي. يا امير سياسه ملف التعاقدات والشكل المحترف اللي بتديره هذه اللجنه، طبعا هي الفكره لجنه التعاقدات هي جزء من المنظومه في الاساس، اكيد هي منظومه الكوره برئاسه محمود الخطيب مشرف عام على الكوره، ولجنه التخطيط كابتن محمد صالح كابتن زكريا والجهاز الفني الفريق الاول وكابتن سيد طه شاهين كابتن خالد بيبو. فهي المنظومه كامله، ان احنا النهارده بنحضر شغل من بدري على طول، ما بقناش نستنى لغايه اخر وقت ان احنا سواء في التعاقدات ان احنا امتى نجيب لعيب او امتى نستورد لعيب، او في نفس الوقت ان احنا امتى نجدد اللعيبه، لان خلاص عارفين الدنيا عندنا واضحه في اللعيبه اللي موجوده عندنا، مين هيجدد، مين هيكون معانا، مين مش هيكون معانا، الامور بقت واضحه جدا بالنسبه لنا. فده البري بلاننج دايما بيدي الموضوع بيدي الموضوع شويه هدوء ويبقى فيه استقرار شويه في الترتيب. صحيح، ويمكن انا يعني من فتره طويله لو متابع كنت دايما بقول نخلي بالنا من اليو ديانج، اليو ديانج لعيب مميز جدا ظهر مع النادي الاهلي بشكل اكتر من رائع. كمان انت اولا بتحمي النادي في ظل يعني بنتكلم على المستوى الاقتصادي على مستوى الفلوس، انت بتتكلم على لعيب مميز جدا فبتامنه بشكل كويس ان عنده عقد لمده 5 سنين، وبالتالي كمان من النواحي التسويقيه
كمان جزء مهم جدا الناس لازم تعرفه من الناحيه التسويقيه، ان كمان النادي الاهلي بيحافظ على قيمه الفاليو، اللاعب نفسه بيعلى، وبالتالي لو حتى في اي ترانسفير يجي له من اي نادي اوروبي، وبالتالي النادي الاهلي كمان هيخش له فلوس كتيره جدا. لكن الاهميه القصوى على المستوى الفني انه بيظل اطول فتره مع النادي الاهلي. بص يا كابتن، زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، احنا اليو ديانج بالنسبه لنا ليه استفاده كبيره فنيا وماديا. صحيح. تمام؟ وده كان الدايركشن بتاعنا اول ما جبناه، ان احنا اليو لعيب كان بادئ كويس قوي في مالي حتى في الاول، بعد كده راح الجزائر بدا يتطور بشكل كويس قوي. فاحنا كنا شايفين ان هو فنيا هيتطور معانا اكتر. والحمد لله وقتها احنا جبناه بحوالي مليون و100 الف دولار. فعز ما كان السوق المصري وقتها كان مولع، كان ضارب في العالي قوي. صحيح. فقال لي النهارده لما يجي بالرقم ده، لو انا توقعاتي ان هو قال لي لو بعد كده لو في اي عرض ليه هنتكلم في ارقام اعلى من كده بكتير. صحيح. فطبيعي احنا لما نجدد له خمس سنين، حضرتك عارف الانديه بتشتري عقد اللعيب، كل ما يكون لعيب عنده مده قليله مع النادي الاصلي بتاعه، ممكن يكون النادي اللي بيشتريه لا اللعيب فاضل له سنه او سنتين، عكس ما يكون فاضل له اربع او خمس طبعا سنين. الموضوع بيختلف. فاليو لعيب بالنسبه لنا، انا شايف ان هو الحمد لله من الصفقات المحترمه جدا لجنه الكوره وزاره التحفيظات والجهاز الفني السابق، نجح بشكل كويس يعني. امير، من نجوم النادي الاهلي اللي شغالين دلوقتي على تجديد عقده، اللي اوشكت طبعا عقودهم على الانتهاء. لا هتجاوب بعد الضحكه دي، احنا في سريه في الموضوع. قول لنا حصري. لا احنا حاطين كل حاجه في، يعني زي ما قلت احنا كده عاملين بلان كويسه وشايفين وضع كله، اللعيبه كلها عارفين مين هيقعد خط امتى وهيبدا كلام مع مين امتى. فاحب بس اطمن جمهور الاهلي ان احنا الحمد لله شغالين زي ما قلت من شويه، ان احنا فعلا محضرين شغل الصيف من النهارده ومحضرين الشتاء اللي بعده من النهارده. يطمنوا ان الحمد لله عملنا سكواد النادي الاهلي اخر سنتين بشكل كويس جدا، ان احنا بنسبه 90% عندنا سكواد مكتمل. ممكن في بعض المراكز بنتكلم فيها عامه، دي حاجه طبيعيه جدا في اي فرقه في العالم. فزي ما بنحضر الانتقالات برضه بنحضر اللعيبه اللي هتبدا. فوقتها ان شاء الله هنعمل على كل حاجه. ده كمان مهم جدا، وبحييك يعني كنا حياتك على النقطه ديت، ان كمان اكيد السريه، ما بقولش السريه الكبيره قوي، لكن انك تشتغل بهدوء وتشتغل بسريه كامله، عارف بتجدد لمين، عارف بتتكلم مع مين، واول ما المواضيع بتخلص حتى على مستوى الترانسفير ده بيعلن بشكل رسمي. فبحييك وبحيي طبعا الاداره ولجنه التخطيط على هذا المجهود الرائع، ونتمنى ان شاء الله كمان يا امير الخطوات اللي جايه كمان زي ما انت اتكلمت في عمليه التسويق، انك تشتري لعيب وعارف انه خلال سنتين ثلاثه ممكن تبيعه بمبالغ اكبر، وكمان ده دخل النادي الاهلي وبيعلي الفاليو بتاع اللاعب وبتاع النادي كمان يا امير. بالظبط يا كابتن، احنا حضرتك لو خدت بالك احنا اخر سنتين او ثلاث سنين الاهلي ما باعش لعيبه بشكل كبير. مظبوط. معظم اللعيبه كنا بنشتري، فده راجع ان احنا بنبني فرقه. تمام. والحمد لله فرقه بنسبه كبيره قوي اتبنت. فاكيد قريب ان شاء الله فكره التسويق هتظهر بشكل كويس، هيظهر نتيجه الاستثمار اللي احنا عملناه ده. اكيد. كام لعيب احنا عندنا عليهم الفرصه دي، بس كل حاجه برضه في وقتها هتظهر. ان شاء الله. ان شاء الله. احنا بنشكرك جدا جدا، كل التوفيق ليك، كل التوفيق للجنه التعاقدات داخل النادي الاهلي اللي اعتقد بتدير هذا الملف، سواء بقى نجاح في تجديد عقود لعيبه، في تسويق لعيبه زي بادج النهارده جيرالدو تم انهاء ملفه على صحيح. على يعني افضل تقريبا مستوى. صحيح. فالنهارده انت بتتكلم على منظومه فعلا بتديرها مش بس لجنه التعاقدات بشكل يعني محترف، لا ده في مجلس، في اعضاء مجلس اداره، في مسؤولين شغالين بشكل احترافي جدا. ملفات يا سلام. كابتن محمود الخطيب. صحيح. المسؤول عن ملف كره القدم معاه الكابتن محسن صالح ده رئيس لجنه التخطيط، كابتن زكريا معاه مدير التعاقدات امير توفيق، معاهم كمان سيد عبد الحفيظ وده طبعا مهم جدا، وموسيماني اللي بيقول التحضيرات الفنيه محتاج ايه على المستوى الفني. وخلينا اشيد كمان بالنادي الاهلي ان احنا عملنا فرقه محترمه جدا، عندنا متوسط الاعمار وده مهم كمان الناس تعرفه، متوسط اعمار لاعبي النادي الاهلي وصل من 25 ل 26 سنه، ده معدل اعمار اكتر من رائع. بنتكلم في سكاود او فريق متكامل الحمد لله. في بعض الخطوط انا اعتقد امير عارف كده والجهاز
او لجنه التخطيط عارفه كده ان في يمكن مركز او مركزين لازم فيه التدعيم بشكل كامل، فكل الثقه فيهم يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طب انا عايز ارجع تاني لكره اليد، وبنتكلم طبعا على لاعبتنا المحترفه، واحد من ضمن هؤلاء اللي شفناهم النهارده بيبدع في حراسه المرمى كابتن محمد الطيار. يا محمد الف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. ونجم النادي الاهلي الكبير قوي يا طيار، التألق مش اختيار. ربنا يخلي حضرتك يا كابتن. ده طبعا الكابتن خالد خيري ما شاء الله عامل حاله، والحاله اللي بيخلقها المذيع ديت جايه من يعني جايه منكم، جايه من اللعيبه، من تألق اللعيبه. عندنا الطيار وعندنا هنداوي، عندنا كلكم نجوم كبار جدا جدا جدا. فيعني اولا بنشكركم على المجهود العظيم اللي عملتوه النهارده، والمباراه صعبه جدا جدا امام سلوفينيا العنيد، والوصول لدور 8. الف مبروك يا كابتن. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. الحمد لله طبعا كان ماتش صعب جدا. طبعا الحمد لله قدرنا ان احنا نحقق اول خطوه من طموحنا، يعني ان شاء الله يعني الباقي يبقى احسن. يعني كابتن محمد، انت كنتم متوقعين التعادل؟ كنتم متوقعين ان انتوا تكسبوا بفارق؟ يعني كلمني كده على تحضيرك شخصيا للمباراه ديت، خاصه انا عارفه ان انتوا واخدينها في عين الاعتبار جامد جدا. طبعا سلوفينيا فرقه من عمالقه اوروبا، يعني حاجه طبعا جدا. الماتشات اللي زي دي، الماتشات الكبيره اللي زي دي، مستحيل ان هي تخلص في فارق، او مستحيل انها تخلص حتى في الشوط الاول، او مستحيل حتى انها تخلص في اول الشوط الثاني. الماتشات اللي زي دي الموضوع بيتحسم دايما في اخر دقايق يعني. حتى دليل النهارده الشوط الاولاني ما كانش فيه توفيق، سلوفينيا قدرت انها تقدم عليها فرق 5، واحنا قدرنا ان احنا نرجع تاني الحمد لله. صح، عملتوا ريمونتادا فرعونيه رائعه. مهمه جدا الرجوع ده، وخليني اخد من منظور تاني، والعلاقه الرائعه ما بينك وما بين هنداوي. وبنشوف دايما من خلال متابعتنا للمباريات اللي فاتت قد ايه الروح الحلوه وقد ايه التعاون ما بينكم. في فتره من الفترات انت بتنزل وبعدين بيخش هنداوي، والكاميرا بتيجي وبتحيي بعض بشكل اكتر من رائع. اعتقد الروح دي يا كابتن هي يمكن عامل مهم جدا جدا ان شاء الله في تواصل الانتصارات والوصول لابعد نقطه ان شاء الله في دور الثمانيه والوصول للمربع الذهبي باذن الله. طبعا حضرتك عندك حق، طبعا الروح دي موجوده في كل الفرقه يعني. أيوة. كل المراكز. طبعا علاقتي انا بكريم دي علاقه يعني كريم الداوي هو قبل ما يبقى زميلي في الملعب هو بجد اخويا يعني الكبير. كان من وانا صغير، من ساعه ما طلعت معاه هو كان على طول بيحتضنني، وعلى طول هو اللي بيديني الثقه دي حقيقه والله العظيم، مش عشان بتكلم يعني في برنامج او كده. وحتى الكلام ده واضح والله الحمد لله، باين في الصوره فعلا الحمد لله رب العالمين. احنا بقالنا 3 سنين، وباين في الملعب كمان الحمد لله. طبعا ثلاث سنين منتخب مصر بيملك حراسه مرمى، مش هقول حراسه مرمى محترمه جدا بنسبه محترمه جدا. ليها دور كبير في ان انت تكسب الماتشات الكبيره، وليها دور صحيح. كبير ان انت تبقى الثمانيه الكبار الحمد لله للسنه الثانيه، يعني للكاس العالم الثاني على التوالي الحمد لله رب العالمين. صحيح، ده انجاز كبير جدا جدا. وزي ما بقول لك ان شاء الله، يمكن حسبتوها برضو يا طيار احنا رايحين فين اول تاني؟ بتحسبوها مع الجهاز الفني نفسنا نبقى اول عشان نروح نلعب فرقه اقل شويه؟ يعني رؤيتكم كمان ان شاء الله لدور الثمانيه. والله بص، من اول ما طلعنا واحنا واخدين، يعني من اول ما طلعنا او من اول البطوله احنا واخدين الموضوع ستيب باي ستيب، مش بنبص احنا بكره هنعمل ايه. او كل ماتشات في الملعب، كل ماتشات وليها ظروفها وليها اجواءها. صحيح. الله اعلم طبعا. كان يعني طبعا يعني كل ماتش احنا بناخده بماتش يعني الحمد لله. النهارده مكسب، عندنا يومين نقدر نحضر فيهم لدور الثمانيه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ما تقفلش يا كابتن طاهر، احنا معانا دلوقتي على تليفون كابتن مجدي ابو المجد ومدرب عام المنتخب طبعا منتخب مصر. الف الف مبروك يا كابتن، وتقول لنا ايه النهارده عن الفرحه دي والفوز المستحق ده لمنتخبنا الوطني. عايز اقول والله ان الفريق يستاهل والله يكون جوه المربع ان شاء الله، ويمكن النهارده هو في الثمانيه، ودي نتيجه عادله ان هو حققها قبل كده. ودايما الصعود بيبقى صعب والحفاظ اصعب. صح. بامانه كابتن كنت متوقعها النهارده؟ متوقعها ان ابنائنا هيفعلوها يعني النهارده؟ بصراحه انا كنت متوقعها جدا، وكان ليا حديث الصبح عن المباراه، وفعلا اكدت ان هم هيصعدوا. الولاد عندهم روح من اول
اول بطوله، اول مباراه في البطوله، عندهم اصرار ان هم يكونوا غير اي بطوله. عندهم اصرار ان هم يوصلوا بعيد قوي 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 قوي. الامكانيات النهارده بتاعت الفريق مختلفه عن قبل كده، صح. في لعيبه باشكال مختلفه وانماط مختلفه، عندنا الخبرات وعندنا السرعات، عندنا المهارات، عندنا الاجسام، عندنا المحترفين، فحاجه تساعد المنتخب تلعب في ارض بلدك. دي حاجه تانية خالص، يعني الروح النهارده رغم عدم وجود الجماهير، لكن وجودك في ارضك واشاره السوشيال ميديا والناس كلها بتدي دفعه غير طبيعيه للمنتخب زياده عن طموحه وامكانياته ورغبته. صح. وكمان لما يكون عندنا كمان كابتن منتخب زي ما حضرتك دايما بتقول ومدربين والخبراء في كره اليد، ان حارس المرمى هو 50% من قوه الفريق. ما شاء الله معانا الطيار وهنداوي، الطيار معانا على كمان على الخط، احنا مطمنين بالحراسة المرمى، التالق الواضح من الاثنين بصراحه خلال المباريات اللي فاتت كمان بيطمننا باذن الله نكون في المربع الذهبي باذن الله. يا رب. المباراه القريبه ديت بيبقى هو الفيصل فيها حارس المرمى في كوره او اثنين. صحيح. فاحنا معانا فعلا حراسه وعندنا دفاع قوي وعندنا مهارات هجوميه، عندنا كل حاجه تؤهلنا لده، فاحنا مش طمعانين غير في حقنا. طبعا الحمد أكيد. لله أكيد. هنداوي مبروك يا هنداوي. لا يا هنداوي ما تقفلش يا هنداوي. كابتن مجدي طبعا كمان بنشكر حضرتك على الدور الرائع اللي بتقوم بيه، كمان احنا عارفين المدير الفني الاسباني على اعلى مستوى، لكن علاقه التواصل ما بينك وما بين المدير الفني ونقل المعلومه، انا عارف طبعا كل لعبتنا على مستوى ثقافي عالي وبيفهموا انجليزي، لكن كمان بس الروح المدرب الاجنبي ما بيقدرش يوصلها بشكل كبير. انت يعني طبعا تجربتك في الاحتراف فهمت حاجات معينه جدا، فعلا دي حقيقي. احنا يعني هي كلها مساعدات، انت صحيح. كاعلام بتساعدني وانا كمدرب بساعد الفريق والمدرب ذات نفسه الخواجه ليه شغله طبعاً. انا بكمله وانت بتكملني، المهم احنا في النهايه عايزين نوصل الفريق في مكانته الطبيعيه. وان شاء الله مكانته طبيعيه باذن الله. احنا ان شاء الله دعواتكم. 2001 وصلنا المركز الرابع، فان شاء الله باذن الله في مصر ان شاء الله عندنا طموحات، لكن العبوا بدون ضغوط، يعني انتوا لما بتلعبوا من غير ضغوط ما شاء الله المستويات. ده حقيقي ده حقيقي ده حقيقي، والماتش الجاي ان شاء الله كل الضغوط دي ان شاء الله اترفعت، لان خلاص هو كان نفسه يدخل او يحقق النتيجه مزبوط. الاخيره ليه هو حققها، هو دلوقتي عايز يحقق بقى هدف جديد ان شاء الله وعنده كل الامكانيات زي ما قلنا. احنا بنشكرك جدا. شكرا جدا. شكرا يا كابتن مجدي. بنقول لك الف الف مبروك، تستحقوها فعلا. احنا لسه معانا الطيار على التليفون. كابتن الطيار، تحب تقول ايه للجماهير اللي كانت صحيح مش معاكوا في يعني في الملعب، بس كانت طبعا انتوا عارفين ومتاكدين ان احنا كلنا ال 100 مليون كانوا بيتابعوا المباراه ديت، تقول لهم ايه وتوعدهم بايه يا كابتن؟ طبعا الاول عايز اقول لهم عايز اشكرهم على الدعم وصل لكم وحاسين بيه. حاسين بيه جدا والدعم وصل بينا جدا. وعايز اقول لهم خليكم ورانا، عندنا حلم نحققه ان شاء الله. اوعدهم بايه؟ اوعدهم ان اللعيبه هتقعد وتبذل اقصى جهد عندها عشان تبقى عند حسن ظن الناس، يعني يا رب وربنا يكرم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله بالتوفيق. ومن هنا من البيت الكبير من قناه النادي الاهلي، يا ريت توصل لنا التحيه والدعم والسبورت، وكمان بنقول لكل عضو في الفريق الف الف مبروك، وان شاء الله احنا سبورت ليكم ووراكم، وباذن الله ان شاء الله يعني تحققوا يعني ان شاء الله على مستوى معجزه ان احنا نوصل كمان للدور النهائي او المباراه النهائيه. احنا كلنا كل الثقه فيكم، كل الثقه في لاعبتنا وجهازنا الفني. شكرا جزيلا للطيار. شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا ليك يا طيار. نرجع تاني للكوره ونرجع تاني للنادي الاهلي النهارده، الحقيقه في ظل الاهمال الكبيره برضو اللي وليها اتحاد الدولي لكره القدم لبطوله كاس العالم للانديه، النهارده عمل موقع للاتحاد الدولي الفيفا، طبعا عمل لقاء مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريقنا، اتكلم فيه عن حاجات كتيره جدا، اتكلم عن ماتش زي ماتش الدحيل اللي جاي، الدحيل القطري ومواجهه بايرن ميونخ في نصف النهائي، الامل اللي بيتمنى موسيماني انه ينجح في تحقيقه. زي ما حضراتكم عارفين انه الفائز من مباراه الاهلي او الدحيل هيواجه فريق بايرن ميونخ بطل اوروبا طبعا في نصف نهائي المونديال. اهم حاجه وقفت عندها النهارده في تصريحات الموسيماني، كلامه لما النهارده يعني اتكلم عن النادي الاهلي وثقته الكبيره
في امكانيات النادي وامكانيات الفريق. طبعا في صعوبه المهمه كبيره جدا، في فرق كبيره جدا بتنافس الاهلي على لقب العالمي ده، لكن النهارده كان تاكيده على ان الاهلي بيمثل دوله كبيره وعريقه هي مصر، وقاره كبيره كبيره اسمها افريقيا، افريقيا وجماهير كبيره جدا. والحقيقه انه لازم هذه الجماهير تشعر بالفخر تجاه الفريق وانه قدم عليه بكل جديه واصرار وحماس بغض النظر بقى عن نتائجه ومصيره في البطوله ديت. النهارده يمكن كان بيتكلم انه كاس العالم للأندية يعني لا يمكن ان انت تختار فيه المنافس بتاعك، علشان كده لازم تقابل الفريق اللي بتقع قدامه. مفيش شك طبعا ان كل فريق النهارده بيخوض الفريق اللي بيخوض البطوله دي عنده ايمان انه ممكن ينافس على اللقب، لكن في نفس الوقت النهارده موسيماني في تصريحاته او كلامه كان فيه عقلانيه كبيره جدا، يعني ما قدمش وعود ممكن صعبه، الا لازم نكون عارفين ان المهمه صعبه جدا في وجود بطل دوري ابطال افريقيا اسمه بايرن ميونخ وبطل قاره امريكا الجنوبيه. وقال هو عارف كويس جدا ان المهمه دي صعبه جدا، ولكنه بيعود ويؤكد انه فريقنا لو عمل اللي عليه ولعب بكل رجوله هيكون الكل راضي عنه عن ادائه، مش هيزعل ابدا باي نتيجه قد يحققها هذا الفريق، فريق النادي الاهلي. اكيد اكيد طبعا كلام مهم جدا من يعني مدرب فاهم، يعني مدرب بيشتغل بشكل بارد بروفيشنال. كمان مش عايز ما احنا طبعا كلنا طموح كبيره جدا جدا، لكن دايما الطموح بتصطدم بالحقيقه. الحقيقه ان احنا عندنا فريق محترم جدا، احنا فريقنا مركز على المباراه الاولى. طب هي الموضوع لازم يمشي ستيب باي ستيب، ان انت وصلت لبطوله كبيره زي كاس العالم للانديه. خلي بالك كمان دلوقتي النادي الاهلي من اكتر الفرق يعني لعبا للمباريات في كاس العالم للانديه بعد اوكلاند سيتي. النادي الاهلي ب 12 مباراه، اوكلاند سيتي ب 15 مباراه، فانت بتتكلمي على من النادي متمرس في كاس العالم للانديه بشكل كبير جدا. لكن على الوجه الاخر ان موسيماني عارف قدر هذه البطوله، بيتكلم على فريق الدحيل بشكل اكتر من رائع، وده المهم جدا في الموضوع، ان احنا بناخد الموضوع خطوه خطوه. فريق الدحيل زي ما احنا اتكلمنا يا سهام عنده لعيبه مميزه جدا. صح. على وبعدين موسيماني كمان بيقول هو يعني خد دوري، يعني طالما بتتكلم على واحد واخد الدوري على مستوى الدوري القطري، وانت عارفين قد ايه المحترفين في قطر في الدوري القطري، احنا بنتكلم على انديه على مستوى عالي جدا. فانك تاخد الموضوع ستيب باي ستيب وخطوه خطوه، ده مهم جدا جدا في مشوار النادي الاهلي. كمان موسيماني على المستوى انك بتشيل جزء من الضغوط اللعيبه بيروح هناك انت، ورفض كمان يتكلم عن مباراه البايرن. قال لك انا ما بتكلمش على البايرن. اكيد سالوه طب ايه رايك في مباراه البايرن، هو الراجل قال لا احنا دلوقتي الاهلي بيلعب المباراه الاولى امام فريق محترم زي فريق الدحيل القطري، بعد المباراه هنشوف ايه اللي هيحصل. وقال اكيد لو ان شاء الله باذن الله كسبنا الدحيل فهيلعب ماتش كوره جميل، هيقدم كوره جميله قدام البايرن ميونخ الفريق الافضل في العالم. احنا عارفين البايرن طبعا كسب برشلونه 8، ويعني انا اعتقد من افضل الفرق موجوده على الساحه العالميه دلوقتي. موسيماني قال هيكون شرف كبير يتمناه، ودي المباريات خلي بالكم اللعيبه والمدربين بيتمنوها ان يلعبوا امام فرق عالميه زي البايرن، برشلونه، ريال مدريد. وقال ان المهمه مع البايرن مش هتكون سهله اكيد، لكن لو صعدنا للماتش دوت اكيد النادي الاهلي مش هيخسر حاجه، النادي الاهلي هيقدم مباراه جميله، مش هيكون في ضغوط. زي ما بقول لكم ان المباراه كلنا مستنيينها، لكن كمان بياكد كل مره موسيماني ان الخطوه الاولى هي الخطوه الاهم. هيقابل فريق قوي جدا على مستوى الدفاع، المهدي بن عطيه، على مستوى الهجوم دودو البرازيلي، بتتكلم على لعيبه مميزه في الفريق الدحيل مع مدرب جيد جدا لسه منضم للفريق القطري من شهر اكتوبر. فخلينا نتكلم بكل امانه، ان شاء الله مشوارنا يسهم في كاس العالم للانديه هو يبدا، والحلم هيبدا ان شاء الله من مباراه الدحيل يا رب ان شاء الله. مباراه مهمه جدا طبعا طبعا، وهو فريق مهم جدا طبعا. وما ننساش كمان لما اتكلم النهارده تصريحاته عن قفشه، وقال قفشه الكل عارف، يعني هو عارف ان الكل بيتكلم على قفشه دلوقتي عشان هو اللاعب اللي ساهم اكيد بعد ربنا في تواجد الاهلي في كاس العالم للانديه بهدفه المؤثر جدا. لكن رجع تاني هو ده بقى الاحتراف، وكلام فعلا يعني اللي بتوقف عنده لما قال لك ايه، قال لك كل اللعيبه كل زمايله
ساعدوه في كل اللي قدمه أفشة لحد دلوقتي. فكلامه عن أفشة كان واضح، اتكلم إنه النهاردة أفشة بيعيش حالة من الازدهار، وكان حاضر في المباريات الكبيرة وكان لاعب فعلا مؤثر. لكن كمان يعني ما ننساش إنه يعني لاعب في منتخب مصر أفشة وكل زمايله أكيد. طبعا ويتكلم على دوره ولاعبين ولاعبين مهمين جدا جدا في المنتخب. صحيح لعبت الأهلي طبعا النادي الأهلي يعني من تاريخنا او تاريخ منتخب مصر دايما النادي الاهلي عدد كبير جدا من اللعيبه. واتكلم على قفشه جزء ان قفشه بدا يظهر في المباريات الكبيره المباريات المهمه وهو بيحب قفشه جدا على المستوى على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني، لكن كمان بيتكلم ان هو كجماعه يعني هو كمان قفشه ما يقدرش يعمل حاجه من غير اللعيبه واللعيبه ما تقدرش تعمل حاجه من غير قفشه. فهي دي الكره الجماعيه اللي دايما بيكون فيها واحد يبقى يعني صاحب المهارات الخاصة صاحب الإمكانيات الخاصة اللي بيقوم بيها قفشة بصراحة قدام الفرق الكبيرة وخاصة المباريات الكبيرة. واضح يعني. جدا دوره كابتن واضح صحيح. جدا دوره صحيح. نروح بقى النهاردة لفريقنا طبعا النهاردة اللي كان يعني بيستأنف تدريباته بعد ما انتهت فترة الراحة السلبية اللي منحها الجهاز الفني له لمدة 48 ساعة بعد مباراة المقاولين العرض. النهاردة الفريق الأحمر بيستعد لمباراة بيراميدز المقرر ليها بعد بكرة إن شاء الله يوم الثلاث في دار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز. النهاردة تمرينة الأهلي كانت انطلقت بفقرة بدنية، والجهاز الفني كان بيكثف من تدريبات الكورة، وكان في النهاردة تقسيم بطول الملعب علشان ينفذوا بعض الجوانب الفنية والخططية. النهاردة موسيماني كان بيعقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللعيبة شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بيراميدز إن شاء الله بعد بكرة. وكمان خبر حلو قوي النهاردة كمان بيشهد عودة بدر بنون طبعا نجم دفاع النادي الأهلي اللي غاب عن مباراة المقاولين العرب، ويمكن الجهاز الطبي للنادي الأهلي أجرى مسحة طبية احترازية لبدر بنون. الحمد لله المسحة جات سلبية وبنون شارك في النهاردة التدريب بعد تعفيه. يمكن حضراتكم عارفين نزلة برد كانت قبل مباراة المقاولين منعته من الاشتراك في مباراة المقاولين. قد ايه كان دور بدر منون في المباراة اللي فاتت على اعلى مستوى. النهاردة بيرجع للتدريبات بشكل مهم جدا مهم جدا جدا. بدر بنون اصبح بدر بنون من العناصر الاساسيه جدا دفاعيا في خط ظهر النادي الاهلي، مش انتقاصا من اي لعيب عندنا، لكن بدر بصراحه بيقوم بشكل اكتر من رائع وبمجهود اكتر من رائع، وبتحس كده جزء من الامان في خط دفاعنا. صحيح تطمن لما بدر يكون موجود. بس عايزين برضو نروح من بدر الاكرم اكرم توفيق الحقيقه اللي ظهر بشكل لأكثر من رائع خلال مشاركته مع الأهلي لحد دلوقتي. الحقيقة أنه أكرم بيشارك النهاردة في تمرين الأهلي الجماعي وانتظم في مران الأهلي بعد المسحة الطبية زي ما قلت كابتن هاني اللي بيجريها النهاردة وجت نتيجتها سلبية. أكرم كان غايب عن مواجهة المقاولين الأخيرة في الدوري الممتاز، وفضل الجهاز الفني أنه يجري له المسحة الطبية الإضافية علشان يطمن على حالته أكثر قبل ما ينتظم النهاردة ويعود الى المران اللي حضراتكم شايفين. أكيد. طبعا مين بدر بنون واكرم توفيق. نروح تمام للحاوي وليد سليمان. يعني وليد سليمان ادى النهارده جلسه علاج طبيعي ضمن البرنامج ايه اللي بينفذه وليد طبعا بعد تعرضه للاصابه في العضله الخلفيه، ده طبعا في مباراه النادي الاهلي مع البنك الاهلي. طبعا الجهاز الفني حريص جدا على اطمئنان على حاله وليد سليمان، وبيشد طبعا من ازره خاصه بدايه البرنامج بيكون يعني في نواحي نفسيه. احنا عارفين ان وليد جاله تمزق في العضله الخلفيه. الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق عمل برنامج تاهيلي بشكل كبير، ويعني ان شاء الله كل التوفيق لوليد. عنصر مهم جدا من عناصر الفريق هتغيب عن فرقتنا، لكن الدور القيادي والدور دور الكابتن اللي بيقوم بيه وليد سليمان ان شاء الله يكون موجود في كل المباريات وخاصه في كاس العالم للانديه. مستمر على طول دور وليد سواء في الملعب او بره الملعب، شارك قليل شارك كتير. وليد وجوده مهم في كل الاحوال مع الفريق لسه مع اجواء النادي الاهلي. طبعا عندنا مباراه مهمه جدا يعني اكيد مباراه يوم الثلاث امام بيراميدز مباراه مهمه جدا جدا. ازاي بيستعد النادي الأهلي لهذه المباراة؟ نشوف التقرير تقرير عن فرقتنا واستعدادات إن شاء الله لمباراة بيراميدز. نشوف التقرير ونرجع مع حضرتك.
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تدريباته الجماعية اليوم على ملعب التتش بالجزيرة من أجل التحضير لمواجهة بيراميدز بعد غد ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب الفوز على المقاولون 3-2 يوم الخميس الماضي، وذلك بالجولة التاسعة من عمر المسابقة في مباراة أظهرت شيئا إيجابيا تمثل في الروح العالية من اللاعبين، وهذه هي روح الأهلي وروح الفانيلة الحمراء. ويحتل الأهلي صدارة جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 8 مباريات، فاز في 6 لقاءات منها وتعادل في مبارتين، وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 4 أهداف، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس رصيد 13 نقطة بعد خوض 8 مباريات، فاز في 3 منها وتعادل في 4 وخسر لقاء واحدا وسجل 11 هدفا وتلقى شباكه 8 أهداف ولديه لقاء مؤجل. ووفقا للبروتوكول الطبي المتبع في ظل جائحة كورونا والذي ينص على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية، أجرى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مسحة طبية قبل انطلاق المران الجماعي اليوم. وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في مران اليوم على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها فريقه في مباراته الأخيرة ضد المقاولون العرب، وشدد على التمركز الصحيح داخل الملعب وضرورة التحرك بدون كرة مع عدم التباعد بين الخطوط وترك مساحات يستغلها المنافس في الاختراق مع تهديد مرمى المنافس بشكل دائم. ويعكف الجهاز الفني للأهلي حاليا على وضع خطة الانقضاض على بيراميدز في ظل رغبة المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات وتربع على صدارة جدول مسابقة دوري الممتاز من أجل الحفاظ على اللقب الذي اقتنصه الأهلي في آخر 5 نسخ للبطولة. وسوف تعتمد خطة موسيماني على إغلاق مفاتيح لاعبي بيراميدز، خاصة عناصر القوة مثل عبد الله السعيد وإيريك تراوري وجون أنتوي، وعدم ترك المساحات الكافية لهذا الثلاثي، لا سيما أن مباراة بيراميدز بعد غد هي البروفة الأخيرة للأحمر قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية. ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي عودة حارسه محمد الشناوي بعد انتهاء فترة العقوبة الموقعة عليه عقب تخفيفها إلى مباراة واحدة بدلا من 4 مباريات. كما سيشهد التشكيل عودة المغربي بدر بانون لقيادة خط دفاع بجوار أيمن أشرف. أخبارنا خلصت، هنروح لفصل وبعد الفصل نستقبل الناقد الرياضي الكبير محمود صبري في البيت الكبير. مرحب بحضراتكم، والفقرة الأولى من البيت الكبير النهاردة معنا الناقد الرياضي المتميز دائما واللي بيشرفنا دائما في البيت الكبير، وبصراحة بنكون سعداء دائما بآرائه الجريئة، الناقد الرياضي ومدير تحرير جريدة الأهرام الأستاذ محمود صبري. سكت. ايه رايك؟ الحمد لله بتضحك. الحمد لله استاذ محمود بتضحك. ان شاء الله خير. انا كل ما اشوفك بتفائل بصراحه. ان شاء الله خير باذن الله. فان شاء الله خير. هنبدا بالحدث يمكن الابرز دلوقتي على الساحه الرياضيه، كره كاس العالم لكره اليد وتالق منتخبنا امام سلوفينيا. انت لسه بتقول لي اتفرجت على المباراه وما كنتش قادر اتحرك ولا يمين ولا شمال. لا لا لا، مباراه يعني احتبست فيها الانفاس حتى الثانيه الأخيرة، يعني مباراة صعبة جدا، مباراة يعني عاوز أقول تقطيع الهدوم النهاردة. شفنا أحمد الأحمر تقطع التيشيرتات لأ، والحكم يعني أنا مستغرب برضو، يعني تقطع تيشيرت أحمد الأحمر وتقطع يعني شفايفه اتقطعت أو اتفتحت هنا أو مناخيره ودم نازل والحاجه، ولا مش متقصر حكم ألمانيا. ده ما اداش حتى يعني إيه على اعتبار هم متعودين طبعا الدوري الألماني دوري قوي طبعا، كرة اليد دوري طبعًا. يعني دوري تقيل جدا من الدوريات المميزه في اوروبا، واوروبا هي اللي بتلعب كره يد، يعني لما نجي نقيم في المشهد كله في العالم اوروبا هم اساتذه في صحيح. ويمكن كمان الطيار كان معانا بمداخله بيقول لك يمكن احنا سعداء ان احنا كمان بنكسب فرق اوروبيه، يمكن على مستوى كاس العالم اللي فات كان امريكا يعني لما تيجي تقيس افريقيا مثلا تتكلم على طبعا منتخبات مصر تونس الجزائر معاهم انجولا دلوقتي الدول العربيه برضو قطر البحرين قطر السعوديه يمكن ما ظهرتش المره دي، يعني مثلا مفاجاه الارجنتين مع كرواتيا مفاجاه، حتى ان مدير فني كرواتيا خلاص اعلن انه خلاص يعني
بعد المباراتين انه لما يرجع يستقيل من بسبب طبعا الهزيمه لا طبعاً او خروج فجأة لا طبعا فجأة غير متوقعه. لكن النهارده عاوز اقول انه برهن المنتخب الوطني على عزيمه والاصرار، وانه ما فيش حاجه اسمها مستحيل في الرياضه. ما فيش مستحيل طالما في نفس، طالما انت بتقاتل وبتبذل مجهود. كلنا اصيبنا بالاحباط في الشوط الاول وبعد انتهاء وفرق 4 أهداف لصالح منتخب سلوفينيا 12-8، والمنتخب كان بعيد في الشوط الثاني. سبحان الله الوضع تغير تماما، تركيز كبير جدا، وكان يعني فرصه قريبه جدا ان احنا ننهي المباراه بالفوز. كان يعني لكن اراده الله طبعا قبل كل شيء يعني، لكن التوفيق تعادلنا تاهلنا، ده الشيء المهم بالنسبه لنا ان احنا من ضمن الثمانيه الكبار. ده خطوه مهمه. البطوله بطوله صعبه، عندنا يعني برضو توالي وضغط المباريات على طول كله على المنتخبات، لكن برضو يعني مش عاوز اقول خبرات، يعني احنا مدينا خبرات. استعدادك للبطوله خلي بالك يا استاذ محمود، استعدادك للبطوله كان في اطار ضيق جدا. لا مش عاوز اقول ايه، انت لم تستطيع في ظل الظروف دي احد كورونا تستعد، والراجل عامل برنامج 36 مباراه طالبهم عشان ياهل المنتخب للمونديال. ما بنلعبش حاجه، أربع مباريات يعني. هو يمكن ايه ظهور المنتخب في مباراه في امم افريقيا في تونس وتاهله برضه لاولمبياد طوكيو كان برضه على فكره كان من المفاجات، لان تونس متمرسه وهي بطله افريقيا 10 مرات. احنا كنا ننتزع اللقب من تونس في ملعبها، فده في حد ذاته كان تحدي وتصميم كبير جدا، وارادت يعني وتوفيق ربنا سبحانه وارادت اللاعبين وقوتهم كانوا حاضرين بقوه. انت النهارده عملت يعني مباراتين مهمين جدا، كسبتهم امام روسيا وبيلاروس، وعملت مباراه كان متوقع، كان متوقع انه سلوفينيا منتخب مش سهل من المتابعه ومن الكلام اللي عليه. عارف انت اللي بتقول ايه سلوفينيا، يعني الناس خايفه وقلقانه. احنا لو انت لاحظت في ادائنا في المباراتين بتوع الدور الثاني كنا دايما بننهي الشوط الاول متقدمين بفرق من 5 إلى 7 أهداف. المفاجاه ان هي فاجئتك، لانه عندهم بصراحه 2 لاعيبه على الدايره رهاب جدا، اللي هو قطع هدوم احمد احمر مرتين. عندهم حارس المرمى، حارس مرمى رهيب، حارس وعندنا مرمى. احنا حارس مرمى عندنا اتنين اسمه عصام الطيار بسم الله ما شاء الله، وكمان صحيح. كريم هنداوي. لكن عاوز اقول لك ايه، لا في مستوى متطور. يعني مش عاوز مفيش مستحيل يعني. عندنا قدرنا نعمل مباراه كبيره، قدرنا نوصل للدور الثاني، خطوه مهمه جدا. احنا بننتظر حاليا مين اللي هنقابله في الدور الثاني. هو السويد خلاص طبعا، السويد دلوقتي عامل دبل سكور مع روسيا. فاعتقد يعني حظنا هيبقى الدنمارك. وعلى فكره يا جماعه الدنمارك دي دايما كانت طريقنا في الفوز، يعني لما فزنا في 93 كان الدنمارك نقطه في مشوار في اول بطوله خدنا بطوله عالم 93 الشباب، كانت نقطه مهمه جدا ان احنا بعد حتى في مواجهات منتخبات الشباب والناشئين. الدنمارك علامه مميزه في كره طبعاً. اليد في العالم وفي اوروبا بالذات. فاعتقد انه هتبقى مواجهه، الكل بيقول ان الدنمارك ما لعبش لغايه دلوقتي مع منتخب قوي كل المواجهات بالنسبه له. هنشوف المواجهه هتبقى ايه. عندنا اصرار، عندنا عزيمه، عندنا فرصه. المباراه بتنتهيش غير مع صفاره الحكم. هنواجه فريق عنده ميزه كبيره جدا في الدفاع وميزه شرسه جدا في الهجوم. هتلاقي الدنمارك يعني بطل العالم يعني. فانت يعني انك تلعب معاه مباراه ومواجهه يعني فيها اصرار، ده ممكن ان شاء الله يوصلك باذن الله تعالى. مش عاوزين نقول انه هيبقى هي مباراه صعبه، لكن مباراه صعبه مش علينا بس، ومباراه صعبه برضو على منتخب ما فيش حاجه بعيده. وده يمكن لا بيفكرني يعني بنفس، مع اختلاف طبعا البطوله. انت عارف بطوله بوركينا فاسو 98 كنا مع الكابتن محمود الجوهري، وكنا يمكن اول ماتشين كسبناهم، وجينا المباراه الاخيره امام المغرب واتغلبنا 1، والمغرب خدت اول مجموعه واحنا تاني مجموعه، وكنا مركزين جدا جدا ان احنا الدور الثاني ما نقابلش اول المجموعه اللي هو كان كوت ديفوار ساعتها ساحل العاج. ويعني ربنا بيكتب يعني بيكتب الطريق او بيرسم الطريق بشكل او باخر. ان احنا عايز حاجه ولا ربنا بيسيب لك حاجه انت بتبقى شايفه صعب، لكن هو في حد ذاته بالظبط يعني احنا كنا شايفين مباراه يعني لو جينا تاني هنقابل كوت ديفوار باسمائها الكبيره والخبرات هتبقى مباراه صعبه. ربنا اراد ان احنا نروح لكوت ديفوار، تنزل كوت ديفوار خايفه جدا مننا، نوصل ضربات الجزاء ونوصل، وده كان طريقنا للوصول للمباراه النهائيه والحصول على الكاس. مباراه دور الثمانيه مع كوت ديفوار ضربات جزاء كانت مهمه جدا، وكمان واجهت في السيمي فاينل منتخب صاحب الارض بوركينا فاسو، وعملنا مفاجاه كبيره جدا اللي هي طلعت يعني بوركينا فاسو فعلا كانت منطلقه يعني كما لقبهم يعني
فريق شرس جدا يعني، وقتها كان مفاجاه حتى في البطوله. صحيح صحيح، وقدرنا نهزمه 2-0 وبعد كده وصلت للمباراه النهائيه جنوب افريقيا، جنوب افريقيا، وكان الكابتن الجوهري طالع من هنا بيقول لك احنا هناخد المركز بين اعتقد 13 ها، وكان كله مليء الجو مليء بالاحباط، ولكن كانت المفاجاه انه كنتوا قدرتوا وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ان كنت ترجعوا بالبطوله من البطولات الاغلى في امم افريقيا، هي مباراه بطولات بوركينا فاسو. يعني الواحد بس بيربط الاحداث عشان كل الناس، حتى احنا كان معانا الكابتن طيار على التليفون وقال طبعا هو بيتمنى يعني يقابل فرق غير الدنمارك، لكن الضغوط اترفعت عليهم. فبقول يعني ما تعرفش انت ربنا كاتب الطريق بأني شكل، ممكن جدا ان شاء الله تتفوق على الدنمارك. اه مباراه صعبه، لكن دي كمان تكون بداية إن شاء الله الحصول على كأس العالم، إنه هيكون إنجاز كبير جدا جدا للمنتخب. المباراة الصينية طبعا، المباراة الصينية في المشوار، وأعتقد إن هم بإذن الله تعالى إن شاء الله يعني ربنا كده يوفقهم إن شاء الله، ويقدم مباراة كبيرة جدا مع منافس عنيد، منافس شرس، ولكن في الرياضة في الإصرار والعزيمة ممكن يوصلوك للي أنت عايزه، وبقى قدرة المدير الفني على تجهيز لعبته في المباراة ودراسة طبعا. فريق بحجم الدنمارك كده يحتاج عمل وجهد كبير جدا، المباراه تبقى صعبه جدا، لكن ان شاء الله باذن الله تعالى امل كبير في ان شاء الله ان احنا نعمل مفاجاه باذن الله من الدنمارك. والجهد الكبير والعمل الكبير كمان ما كانش مختصر بس على الاداره الفنيه ولاعيبتنا، لكن كمان على مستوى التنظيم، على مستوى الاداره السياسيه كمان. موضوع التنظيم وانك بتنظم في هذا التوقيت الصعب، والتنظيم والصوره الرائعه اللي بتوصل لكل العالم دلوقتي من خلال تنظيم هذه المسابقة، وعلى رأسهم طبعا يعني كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضوره الافتتاحية، معنا كمان الأستاذ ممدوح الششتاوي النهاردة بالإدارة اللي بتنظم كمان. ده كان فيه تحدي كبير جدا، ويعني وما زال التحدي بيواصل النجاح والتألق. يا أستاذ محمد، أنت في حد ذاتك إصرارك على استضافة الحدث الكبير وانشاء ثلاث صالات على المستوى العالي من الجوده في ظل الوقت طبعًا الصعب ده، وانك انت تكمل وتنظم البطوله رغم الاصوات اللي ارتفعت بالطالب بالتاجيل في ظل جائحه كورونا، لكن انت الشغل اللي انت عامله بنظام يعني الكبسوله الطبيه اللي معموله بشكل هائل في الاهتمام، المتابعه اليوميه، وزير الرياضه موجود في الملعب النهارده، رئيس الوزراء موجود بحاضر بيتابع لحظات، ده كل ده شيء يبرهن حتى انه نائب رئيس الاتحاد الالماني، انا بس مش فاكر اسمه، عامل تصريحات مهمه جدا بيقول لك لو كانت البطوله اتنظمت في المانيا ما كانتش هتبقى بالجوده اللي اتعملت بها في مصر، يعني ما كناش نقدر نعمل الاجراءات. صحيح. يعني حضرتك ربما يرى البعض انه دي نوع من يعني 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 كلام يعني بيجامل بيه، لكن الراجل بيتكلم بجد، ودول ما بيعرفوش يجاملوا الالمان، يعني ما عندهمش طبعًا المجامله في حاجه زي كده، لان هو موجود وحاضر هنا موجود معانا، طلع منتخب اليابان وانت عارف قد ايه اليابان يعني ملتزمه جدا، بيشيد بالتنظيم، اللعيبه بتتصور بره على لا 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 على مستوى كمان القياده السياسيه، ده كان مهم جدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان كان موجود في الافتتاحيه، والنهارده بيتابع زي اي واحد مصري بيحب البلد ديت، بيتابع وبينزل تويته او بينزل على الفيسبوك، حابب اقراها لحضرتك طبعا، بيتكلم انه يعني الفريق معانا على الهوا دلوقتي طبعا التويته او ده على الفيسبوك، اهني ابنائي من المنتخب الوطني لكره اليد على الصعود المستحق لدور الثمانيه والاداء المشرف، كما اؤكد على فخري ودعمي الدائم لجميع النماذج الرياضيه المصريه المشرفه وكافة الأنشطة الرياضية في مصر باعتبارها من أهم ركائز بناء الإنسان. أكرر ترحيبي بجميع الوفود الرياضية المشاركة، متمنيا لمنتخبنا الوطني التوفيق في صنع إنجاز رياضي جديد. فكمان هذا الاهتمام على المستوى على أعلى مستوى سياسي، رئيس الجمهورية رئيس الدولة بنفسه الدولة كمان بيحفز اللعيبة أن في إن شاء الله يكونوا قادرين على إنجاز جديد. حضرتك زيارة الدكتور مصطفى ليلة الافتتاح والتقاءه مع المنتخب في المباراة الأخير، ده دليل على الاهتمام الكبير جدا. حضور السيد الرئيس لافتتاح المباراة والقاء الكلمة بتاعته، ده دليل على اهتمام الدوله. كل اللي حصل ده كله حضرتك، والتجهيزات والاهتمام والاصرار على انشاء الصالات وتجهيزها وتوفير كل المكان، ده اهتمام من النجاح للدوله واستقرار، انه الحدث الابرز في العالم حاليا هو مونديال اليد، ده دليل على انه في دوله لديها اصرار، لديها هدف، بتقول انه الحياه لابد ان تستمر.
فكل ده يبقى موجود، ده دليل على قوة مصر، وبيدعم يعني يدعم المشهد بصفة عامة، ان احنا في بالنسبة للرياضة في عندنا حاجة احنا بنقولها نتمنى. ده ما بدأش النهاردة، ده بدأ من اللي حصل لما الاتحاد الافريقي قعد يدور على حد ينظم بطولة كاس الامم، وكله عمال يعتذر. مصر هي اللي استقبلت وطورت ملاعبها وعملت بطولة اكثر من الرائعة. فده عايز اقول لك الدولة على مستوى البنية والاهتمام والدعم النفسي والمعنوي اللي بتقدمه للفرق الرياضيه والمنتخبات ده واضح بشكل مميز جدا. صحيح، وخلي بالك يعني في بعض الناس كده تقول لك يا جماعه طب يعني ماشي، يعني احنا دايما احنا بنعظم بلدنا، وانت لما بيكون حاجه بلدك بتعملها بشكل اكتر من رائع لازم تعظم بلدك، ونقعد نتكلم مره واثنين وثلاثه على بلدنا، ده مش عيب. لان في بعض الناس تطلع ما هم يعني بتنفخوا بزياده او بتتكلموا بزياده. احنا كل يوم بيمر علينا بهذا التنظيم الرائع ده فخر بلدنا. واي حاجه مصر كمان وجود الناس دي برضو موجود في ده ليه. هم بيتكلم على 30 دوله يا استاذ محمود. انت شوف 30 دوله، شوف انت الاهتمام كلهم بيطلعوا من الكبسوله الطبيه وبيروحوا الهرم، شوف بيتكلموا ازاي. ده في ناس بتاعك ده الفرنسيين بيتكلموا عن المرافق بتاعهم وبيقولوا ان المرافق اللي بعثه يعني نقل لهم نقله كبيره جدا عن الحضاره الفرعونيه وعن مصر وعن التاريخ يعني كلام كبير جدا. الكلام ده ما بيجيش كده يا كابتن هاني. يعني عاوز اقول ايه يا جماعه، دي فرصه طبعا لولا الظروف اللي هي حاصله وجائحه كورونا اعتقد كان الوضع هيبقى مختلف يعني يعني 100 يعني 360 درجه. لكن كون انك انت تصر وتحافظ وتعمل بطوله بهذا التحدي الكبير جدا اللي العالم كله بص عليك وشايفك، ده نجاح في حد ذاته، وده خطوه مهمه جدا، وباكد على حجم الاستقرار ورساله للعالم انه مصر مفتوحه للكل. يعني المساله الاجراءات بتنفذ بصوره يوميه وكميه مساحات ومتابعات، الكل واضح في عمل كبير بيتم اعتقد. وانا بقول لك اهو بعد نهايه البطوله هيبقى في كلام، وفي كلام كتير هيطلع واسرار وهتتحكي على القواصين عن حجم فرق العمل والشباب اللي موجود والناس والاطقم الطبيه والعمل ده كله. بعد كده تقول لي حد يجي يتكلم ويقول لي مش عارف مين، طب لو البطوله دي اتعملت في اي مكان تاني في الظروف ده كان ما لسه هقول لك يعني لا البطوله لا دي لا لو لا لا لو في بلد اوروبيه هيقول لك هنقعد نحكي في وبعدين احنا هم الاوروبيين نفسهم اسمع شهادتهم عن احنا فخورين ببلدنا. ايه المشكله نتكلم على بلدنا ودايما نعظم من بلدنا والدور اللي بتقوم بيه؟ احنا ما بنعظمش حاجه مش على ارض الواقع، احنا بنعظم حاجه موجوده، تحديات كبيره جدا موجوده. انا بتكلم يعني بنقولش كده مجامله، وفي حاجه خطا هنقول. لكن عاوز اقول لك ايه، لا عمل كبير، دوله عملت عمل كبير، اهتمام السيد الرئيس بالحدث نفسه ومتابعته النهارده، ويمكن الرساله اللي وضعها النهارده دي يعني انه متابع مهتم طبعا. جدا رساله واضحه يعني هنشجع وندعم كل رياضي صحيح. ها كل واحد عاوز ينجح البلد دي، كل واحد عاوز يحافظ عليها ويحط اسمها فوق بلا شك. اهتمام رئيس الدولة ده واضح كبير جدا، وعنوان ان شاء الله بإذن الله وحافز للعبة ان شاء الله في المباراة الجاية في دور الثمانية ان شاء الله يكون عندنا ان شاء الله وتوفيق ربنا يكون حاضر معنا ان شاء الله في يعني الذهاب الى السيمي فاينل، وده مش بعيد رغم صعوبة الموقف. لكن هنشوف المباراة في الكرة زي الكرة في الملعب، يمكن الدنمارك تطلع كوت ديفوار. اه من عارف يا مسهل يا رب. كل التوفيق لمنتخبنا، واكيد ان شاء الله بندعمه، واحنا سعداء بالبطولة موجودة على ارضنا، وهنكون سعداء اكتر ان شاء الله ان مصر بص على متابعة الناس متفائلة مع الماتش النهارده. هقول لك مش ممكن ماتش كورة في كورة، يعني ماتش حماسي جدا، ماتش احتباس الانفاس والناس خايفة ومرعوبة. يعني عاوز اقول لك ايه، ده دليل على لو الحدث مش مهتم بيه الناس ما كانش الناس عمل رد الفعل اللي انت شايفه. اسمع اصوات البيوت، الناس بتتفرج كمان على القهاوي بتتفرج. لا 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 الناس طبعا عاوز اقول لك لا، في ده لو كان في جمهور كنت اتفرجت على على احداث ومشهد تانية رهيب. لكن عاوز اقول لك شوف انت ايه، شوف حجم التفاؤل الكبير جدا انه احنا في الثمانية الكبار. ده في حد ذاته حاجه كبيره جدا يا جماعه، مع منافسين مع يعني محترفين ويمتلكون اقوى دوريات مقارنه بالدوريات بتاعتنا. لا في فارق شاسع، شوف الصلاة وشوف العمل والشغل الكبير جدا. كل ان احنا نفكر لازم نفكر وندعي ربنا ان شاء الله ان يحالف التوفيق لعبتنا ان شاء الله في المباراة الجاية ان شاء الله، سواء مع الدنمارك او مع اي منتخب اخر رغم صعوبة المواجهة. لكن عندنا ثقة ان شاء الله في قدرات لعبتنا ان شاء الله انهم يظهروا معدنهم ويقدموا مباراة كبيرة بإذن الله. يا رب ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا، ويا رب ان شاء الله يوصل للمربع الذهبي. طيب نروح لملف تاني، وحضرتك اكيد كنت متابع الاحداث الاخيرة الخاصة بالتحكيم،
والتحكيم يمكن في الأسابيع الأخيرة من الدوري من 3-4 أسابيع كان في جدل كبير جدا. بداية طبعا عندنا مباراة البنك الأهلي، وكان في قبلها مباراة وادي دجلة، دلوقتي كمان مباراة الزمالك وأسوان، يعني جدل في الشأن التحكيمي بشكل كبير جدا جدا. ويمكن في بكرة اجتماع اللجنة الخماسية عاملة اجتماع. إيه رأيك يعني في الأول في نظرية إن أنا بجمع فرق الدوري الممتاز واتكلم معهم في موضوع التحكيم ده، يعني شايف الاجتماع ده ازاي يا استاذ محمود؟ هو عامل اجتماع بكره لجنه ثلاثيه مع مع معظم انديه الدوري، بيتكلموا في المشاكل التحكيميه وازاي نعالج الامور ديت. ويعني انت ايه رايك اولا؟ بص حضرتك، كل نادي بيدافع عن مصالحه، اكيد اكيد ده امر طبيعي جدا. لكن واحنا حضرتك قبل كده اتكلمنا في التحكيم مع بعض، مش اتكلمنا في التحكيم في كتير. التحكيم كتير ولا اتكلمنا؟ قلنا ايه من الحاجات المهمه جدا؟ انا شايف انت عملت بيان تحكيم المصري أقدم تحكيم في العالم وفي أفريقيا وعندنا. يا جماعة ماشي، أوكي، على عيني وعلى راس، أنا ماليش دعوة بالتاريخ، أنا ليه دعوة بالحاضر. دلوقتي أنا عندي مشكلة، إيه الآليات اللي أنت هتضعها هتعمل اجتماع مع الأندية مع رؤساء الأندية، هتجيب كل الأندية اللي بتلعب كرة في مصر؟ مش هو ده الحل من وجهة نظري؟ يعني رغم ضيق الوقت والكلام ده، وإنه اللجنة الثلاثية اللي بتدير ما نعرفش هل هتستمر ولا الوضع هيبقى عامل ازاي ولا هنستنى تطوير. من امتى واحنا بنتكلم على تطوير التحكيم في مصر؟ وقلنا نجاح منظومه التحكيم وامتلاكها الشخصيه هو عنوان لنجاح المسابقه، وان هو بيضعها في مستوى اعلى. قلنا قبل كده بصوا على التحكيم المصري يا جماعه في العشر سنين الاخيره، قولوا لي اطقم التحكيميه فينها دورها في افريقيا، يعني في البطولات الافريقيه في المباريات المهمه جدا، رحنا وصلنا لغايه فين؟ يا اما في الادوار التمهيديه، لكن في النهائيات بتبقى مش موجود الا قليل قوي، في الكونفدراليه ممكن سيمي فاينل، لكن ما بتروحش، ما عندكش طقم تحكيم مصري مثلا عمل النهائي مثلا يعني مثلا الرجاء او الوداد مثلا والترجي، لا جابوا بكر ما فيش واخد توكيل، انت مش محطوط على الخريطه. يعني على فكره لو في جمهور في المدرجات، الحكام الحاليين هيبقى عندهم مشكلة كبيرة جدا على فكرة، يعني في جمهور والجمهور في 50-60 ألف هيبقى الوضع مختلف، ما عندكش خبرات. أنا مش عاوز تدعولي هتجيب المسؤولين في الأندية هتكلموا في إيه؟ يعني هتسمعهم هيقولوا لك الشكاوى؟ ما الشكاوى واضحة. أنت لابد كاتحاد كورة كمسؤول تعين، يعني تقول أنا إيه الحاجات الخطوات اللي هاخدها عشان أصلح التحكيم. يعني أرتب أعمل قرار ان انا خلاص يا جماعه عندنا مشكله في التحكيم، وحصرنا احنا عندنا 100 حكم 70 حكم 80 حكم منهم دولي 7 أطقم أو 8، عندنا فلان والحدوته وعندنا جيل طالع بنأهله. طب انا هقول لحضرتك عندنا ابناء التحكيم، هاخد من الجزئيه ديت عشان تكمل. يعني اللجنه الثلاثيه بتتحمل مسؤوليه التحكيم في الفتره اللي فاتت على الشركه المخصصه لتقنيه الفار. يعني بتقول هي المسؤولة بشكل كبير جدا عن المشاكل التحكيمية الموجودة دلوقتي، ودي رؤيتهم من خلال الجزئية الفار، لأن طبعا خلاص التحكيم والفار بقى جزئية واحدة ما تقدرش تفصل. يعني فدلوقتي هي اللجنة الثلاثية جايبة كمان بعض المسؤولين في شركة التقنية المسؤول عن الفار، وبتقول لهم لا ده انتوا السبب في ان بتسببوا مشاكل الحكم. يعني هنا في انا ما كلام حضرتك 10-10 دي نقطة مهمة جدا وأنا هرجع لها. طيب. بس أنت المفروض هنا كلجنة كاتحاد كورة كمسؤول بتقول إن أنا المفروض يا جماعة هعلن إن أنا هطور، طب هطور التحكيم بإيه؟ أو أقول 1 و2 و3 و4، عندي مرحلة أولى هعمل كذا، عندي مرحلة ثانية هعمل كذا، وأتكلم على جزئية أبناء الحكام لما دلوقتي بقوا موجودين في الفار، بندربهم بنساعدهم وبنحطهم. طيب هل أنت في جزئية الفار عاوز تحمل المسؤوليه مثلا وانا نحمل المسؤوليه للفار، هل انت يعني عديت كوادرك بالصوره ودربتهم؟ بيقول لك التدريب بيحتاج 6 شهور، يعني على تقنيه الفار على تقنيه 6 شهور، انت كلهم 35 يوم، هل يعني عندك التصوير جيد جدا؟ تصوير بالكاميرات، عدد الكاميرات، ما انا بكلمك اهو، تصوير جيد جدا، هل الناس دي خدت الخبره دي حد علمها ازاي يحلل الصوره؟ يعني ولا انا بجيب الصوره بديها للناس وهي بتتفرج ويبقى في صوره ثانيه مديها للحكم؟ يعني ومين المسؤول بيجيب الصوره؟ هل هو المخرج ولا بتاع الفار اللي جوه؟ طب هو عنده قدره وخبره انه يتعامل مع الجهاز اللي قدامه بحيث انه يجيب اللعبه؟ طيب الحكم لما بياخد قرار اللي المفروض من خلال البروتوكول ان الحكم هو سيد قراره،
يعني ممكن الفار يقول له بنالتي ويقول له لا مش هحسبها بنالتي. هو سيد قرار فعلا. سيد قرار صح، لكن انت حسبت جول زي جول الاهلي. الراجل بتاع الفار راح له قال له ايه؟ قال له لا تعالى ده الكوره مش فاول، الكوره مش جول، الكوره فاول. هو في الحاله دي تدخلت ليه في الوقت ده؟ على اي اساس بنيت موقفك؟ ماشي، زي مثلا مشكله ماتش الزمالك واسوان، خلاص الحكم راح للفار في لقطه وما راحش فيه في لقطات تانية. الجميع اهلي زمالك اسماعيلي كل الـ 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 يعني الانديه الموجوده اللي كلها اكيد بتطالب في العداله، مش حابب نبره اللي بيروج لها البعض انه في نادي قال وحده هو المستفيد من اخطاء التحكيم. ما فيش الكلام ده في العالم كله. انا بكلمك، لا بلاش دي يعني. بلاش دي، الاخطاء الكل بيستفيد منها، والحكم بشر وقراره بيبقى جزء في السنة. انا بطالب اتحاد الكوره يا باشمهندس احمد، يعني انا عارف الموضوع المسؤوليه صعبه والموقف صعب والدنيا مش عاوز اقول لك ده لذيذ، لكن انت لازم تقول للناس اللي تقعد معاهم بكره انا هعمل ايه. انت مش هما هيقولوا لك انت هتعمل ايه، انت لازم تقول ان انا هطور التحكيم. قلنا قبل كده وطالبنا ان احنا نستعين بحكم من بره واثنين ناس تيجي تدير اللجنه تعلمنا. طب تعالى يعني تعالى نخلي حكم دولي كمان يخش معانا في الحوار ونعرف منه. طبعا معانا دلوقتي على التليفون الكابتن ناصر عباس الحكم الدولي. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير عليك كابتن هاني، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لمحمود ولكل الساده المشاهدين الاحترام. سؤال صغير وبسيط، الغلط فين؟ كابتن هاني الموضوع كبير جدا جدا، يعني الموضوع مش خاص بس بالاون فيلد بالحكام ولا الاون فار، لا المشكله كمان بتشمل عناصر ثانيه كابتن هاني. انا بكلم حضرتك وانا راجل محاضر ومراقب. التقنيه عندها مشاكل، اولا في التقنيه عندنا مشاكل كمان في عدد الكاميرات اللي موجوده في الملعب. وانا هدي لحضرتك مثال بسيط كابتن هاني، ان المفترض ان اقل عدد الكاميرات في اي مباراه هو 12 كاميرا. ليه 12 كاميرا كابتن هاني؟ لان انا النهارده كحكم الفار طبقا للبروتوكول المفترض انا لما بجيب الحكم بجيب الحكم عشان اخليه يشوف من زاويه واضحه جدا الحاله التحكيميه اللي هو قد يكون هو اخطا فيها او خد قرار فيها. اذا انا عندي مشكله نمره واحد في عدد الكاميرات اللي موجوده داخل ميدان اللعب. نمره اثنين عندي مشكله في النقل التلفزيوني. نمره ثلاثه كمان في جوده الكاميرات اللي موجوده كابتن هاني. انا على فكره يا كابتن انا بكتب وراك، لان كل نقطه حضرتك بتتكلم فيها لازم هنناقشها لانها جزء مؤثر جدا على عمليه التقنيه، وبالتالي التقنيه بتتاثر على حكم الفار وحكم الفار بيأثر على حكم الساحه. لكن كابتن يعني لسه الكابتن محمود بيتكلم، هنتكلم مع حضرتك، لكن استاذ محمود بيتكلم على نقطه مهمه جدا، ان الحكم كمان بقى سيد قراره، ولا ان دلوقتي خلاص الحكم بقى عارف ان في وسائل مساعده بالنسبه له، فبالنسبه له الموضوع بقى سهل، لو غلطت هيقول لي على الفار، طب لو ما غلطتش الموضوع مشي. يعني برضو ما زال الحكم هو سيد قراره. طبعا بحترم كلام الاستاذ محمود، هو بيتكلم في نقطه مهمه جدا، ودايما كابتن الاستاذ محمود بنتكلم للحكام. هي المشكله يا كابتن هاني ان الحكم بينزل بيعول على الحكم الفار، ودي المشكله الكبيره اللي عندنا. ما بيهتمش نمره واحد، واحنا بنقول للحكم دايما انسى ان الفار موجود وابتدي اشتغل على نفسك واعتمد على نفسك، لان طول ما انت معتمد على الفار اكيد هتفوتك حاجات كتيره جدا. فنمره واحد عندنا مشكله ان الحكم بيعتمد على الفار. مظبوط. الحاجه الثانيه في حاجه مهمه جدا جدا كابتن هاني. اتفضل. ان ثقافه الحكم اللي في الفار وحكم الميدان اعتقد بتبقى فيه فتوق فرديه كبيره جدا جدا. على اساس ايه؟ احنا بنتكلم في تفسير القانون والحالات التحكيميه قد تختلف من كابتن هاني لناصر عباس. انا لو انا قاعد على الفار من وجهه نظري لو انا مش فاهم القانون جدا وعندي الخبرات الكبيره ممكن استدعي الحكم في حالات مخالفه للبروتوكول والعكس. فاحنا بنقول ايه؟ بنقول دايما لابد ان يكون حكم الميدان نفس مستوى حكم الفار ونفس تفاهم بين الاثنين، وده البروتوكول بيقول الكلام ده. لابد كمان يكون حكم الفار عنده الخبره الكبيره اللي يقدر يحلل ويفسر الالعاب اللي هي فيها صعبه اللي هي داخل منطقه الجزاء. دي كلها حاجات محتاجه التدريب المستمر يا كابتن هاني من خلال عرض حالات الاوفسايد تيست والفيديو تيست. طب هو سؤال تاني، يعني هجيب هرجع شويه مع حضرتك شويه من يعني للجنه الخماسيه اللي كانت ماسكه. سؤال صريح،
هل احنا ما كناش مستعدين بالشكل اللائق لدخول تقنية الفار للدوري المصري، وان تقنية الفار دخلت بمعوقات وبقصور واضح ادى للحاله اللي احنا موجودين فيها؟ يعني كان من الافضل ان احنا نستعد بشكل جيد بشكل كامل لتقنيه الفار حتى لو اتاخرنا شويه وتبدا تخش بقوه. راي حضرتك ايه في ده؟ السؤال ده رائع جدا يا كابتن هاني وبحييك عليه. طبعا هذا السؤال هو يعني انت مسكت نقطه مهمه جدا جدا يا كابتن هاني. تدريب الحكام على تقنيه الفار لا يقل عن 8 اشهر تقريبا. 8 شهور بتدرب الحكام بتجهزهم، لان دي حاجه مستحدثه عليهم، هم ما كانوش ابدا بيشتغلوا عليها. المشكله حصلت ايه؟ هو طبعا بنشكر لجنه خماسيه دخلت الفار، مفيش مشكله. احنا زي ما حضرتك قلت احنا استعجلنا في ان احنا نطبق التقنيه. وهدي مثال لحضرتك، احنا بنتكلم في كاس العالم 2018 روسيا. الاتحاد الدولي والإفاب قعدوا فتره كبيره جدا جدا يجربوا التقنيه في البطولات الصغيره اللي هي كاس عالم 2017 وكاس عالم الناشئين، ولما تاكدوا ان الحكام وصلوا لمرحله ان هم يقدروا يقوموا بالتجربه طبقوا الكلام ده في 2018. اذا انا بقوله وبأيد كلام حضرتك، احنا استعجلنا، والكلام ده مش اول مره اقوله، قلت كتير 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 ان تجربه الحكام في التقنيه كانت شهرين، واعتقد ده كان قليل جدا جدا كابتن هاني، وكان يجب على الاقل مش اقل من 6 أو 8 شهور الحكام تتدرب على تقنيه الفار. طيب عشان نتلاشى الاخطاء دي، حضرتك اتكلمت في كذا نقطه مهمين جدا. اتكلمت على اولا موضوع التقنيه نفسها، اتكلمت على عدد الكاميرات اللي بتساعد حكم الفار انه يوري صوره واضحه لحكم الساحه وبالتالي ياخد قرار مناسب، اتكلمت على جزئيه ثالثه عمليه التصوير، عمليه التصوير والاخراج التلفزيوني. لكن انا دايما برجع لحكم الساحه، الحكم هو القاضي لكل دوت. احنا شفنا في الفترات الاخيره للاسف يعني اخطاء كتيره جدا، وبنتكلم على شخصيه الحكم نفسه داخل الملعب. انا متهيالي يا كابتن عباس انه الموضوع بقى كمان شخصيه حكم على مستوى دولي، شخصيه حكم ازاي يدير لقاء، وخاصه لما يكون في هذا اللقاء في اهلي زمالك في انديه على مستوى عالي جدا. رايك ايه برضو في تاثر شخصيه الحكم بتقنيه الفار؟ شخصيه الحكم دي الحاجه الوحيده كابتن هاني اللي انا ما اقدرش اديها للحكم كمحاضر. اديك الفهم القانون، واديك تطبيق القانون، واديك المعايير، واديك التمركز والقراءه، واديك التوقع، كل الكلام ده اقدر اقول لك الا حاله واحده، شخصيه الحكم وازاي الحكم عنده قدره يتحقق الظهور. دي بتختلف من حكم لحكم. يعني بكلمك بقى الحاجه الثانيه الموهبه، يعني احنا عندنا مشكلتين طبعا. شخصيه الحكم والموهبه التحكيميه. ده انا بعض الحكام مع احترامي لبعض الحكام هتلاقي ان الضغوط لما يكون في ضغوط الحكم لا يتحمل الضغوط. هنلاقي لما في بعض ده الملاعب فاضيه يا كابتن ناصر، ده الملاعب فاضيه. لو كابتن محمود قال لو في 60-70 الف زي زمان، يعني اكيد ده كمان اعتقد عدم وجود الجماهير ده شيء ايجابي بالنسبه للحكم، مش هيل عنه ضغوط كتيره جدا. بالظبط كابتن هاني، وده اللي بنقوله للحكام دايما، يا جماعه احنا النهارده بنشتغل الملعب فاضي، ويا دوبك هم الجهازين الفنيين وال 22 لعيب. يعني لازم انت النهارده بتلعب في ملعب فاضي، بتلعب في هدوء، مفيش ضغوط عليه. ولكن زي ما قلت لحضرتك كابتن هاني ان الحكام، غالبيه الحكام اللي موجودين حاليا هم اشتغلوا، اعتقد ما حدش فيهم حكم بجمهور باستثناء 3 أو 4، والباقي كله طبعا اشتغل في الماتشات اللي هي ما كانش فيها جمهور. هرجع تاني لحاجه مهمه كابتن هاني، بقول ايه؟ انا النهارده الحكم طبقا للقانون والماده 5 بتدي سلطه للحكم ان هو يتخذ القرارات اللي هي من وجهه نظره الصحيحه العادله لتحقق عداله على الفريقين. حتى لو انا رحت الفار والفار اداني قرار انا شفته، انا القرار الاول والاخير بيرجع لحكم المباراه. يعني لو مباراه البنك الاهلي وهدف ايمن اشرف وكانت الرؤيه واضحه جدا للحكم وادى قرار واضح وصريح وفي نوع من انواع اللي هو التاكيد ان هذا القرار صح، كان من حق الحكم او وارد ان يكون من حق الحكم يقول للفار لا انا قراري هو اللي صح ويحسب الهدف؟ مش وارد يا كابتن هاني، ده صلب القانون، انت حضرتك بتقول لي يا كابتن هاني انا على الفار يا كابتن هاني، وحضرتك حكم المباراه. انا من وجهه نظري على الفار بقول لك هناك احتماليه مخالفه قبل تسجيل الهدف. طيب ممكن تيجي تشوف، انا بروح اشوف، حضرتك كابتن هاني بتروح تشوف، بترجع انت تاخد القرار على قناعاتك وعلى فهمك للقانون وعلى تطبيقك للقانون وعلى شخصيتك التحكيميه. لو حكم مباراه الاهلي والبنك الاهلي
راح للفار وما اقتنعش بالحاله اللي قدامه هيرجع يكتسب الهدف، وده من حقه كحكم. ليه؟ لان دي حاله من الحالات التقديريه قد نختلف وقد نتفق. اذا بنقول الحكام مش معنى انك انت لما تروح للفار لابد انك انت تنفذ الفار، لا انت خلي قرارك من نفسك. ما هو ده يا كابتن ناصر اللي بتكلم عليه، ما هو دوت في اللحظه ديت اللي بيقول او الفار بيقول للحكم لا تعالى شوف في شخصيه الحكم دي بتتاثر، يقول لك اه يعني وارد جدا يقول لك اه ممكن هم يكونوا شايفين احسن، او ممكن يعني شخصيه الحكم لازم تكون على استعداد قوي جدا انه اللي شايفه واللي مقتنع بيه يقوله، لان في الفتره اللي بيروح فيها ويبص فيها بيفكر الحكم بيفكر. هقول لك على حاجه يا كابتن هاني، انت تعرف ان في حكام لما الفار بيستدعيها الحكام بتبقى زعلانه، بتبقى متضايقه فعلا. على الرغم احنا بنقول لحكامنا يعني انت لما الفار يجيبك هو بيصلح قرار معين عشان نوصل للعداله التحكيميه، ما تبقاش انت مستاء لما بتروح للفار وترجع كان الفار هو اللي هياخد القرار. بالعكس، حضرتك اللي هتاخد القرار، وهتاخد القرار عن قناعات، وبالتالي بنديك الفرصه كحكم تبرز شخصيتك التحكيميه دون الضغوط من الفار ودون الضغوط من اي شيء. ودي محتاجه شخصيه، ودي محتاجه شخصيه. بالظبط يا كابتن هاني، بالظبط. وعاوز اقول يعني النادي الاهلي برضك تعرض للاخطاء التحكيميه، يمكن من الانديه الكبيره والاكثر اللي من اكثر الانديه اللي تعرضت، اكثر الانديه اللي تعرضت ولا حاجه لقناه الاهلي، بس انا بقول انا وانا موجود في قناه الاهلي هناك كان هناك اخطاء تحكيميه على النادي الاهلي في اكثر من مباراه. صحيح صحيح. فبنقول الحلول يا كابتن هاني، ثاني بنقول برضك احنا لجنه الحكام والحكام، ولابد ان يكون التقنيه تتعمل بشكل جيد تساعد الاون فيلد وتساعد الاون فار عشان الدوري يمشي بشكل متميز، وكمان الحكام كمان تشتغل في الحالات اللي هي تقدر تعرضها للحكام في الملعب او في غرفه المراجعه تعرضها بشكل صحيح. سؤال اخير كابتن ناصر، والسؤال موجه كمان ليك يا استاذ محمود، هنسمع اجابتك بعد كابتن ناصر. هل من الافضل للكره المصريه دلوقتي ان ممكن جدا عمليه الفار تؤجل لحد ما الحكام والتقنيه والكاميرات والتصوير التلفزيوني يكون على مستوى عالي جدا ونخش بيه تاني للدوري المصري بدون اي مشاكل، ولا نصلح من اخطائنا ستيب باي ستيب لغايه ما نوصل للجزء الامثل، او يعني الجزء اللي نقدر نقول ان احنا وصلنا بيه على مستوى عالي جدا من تقنيه الفار؟ على حد علمك يا كابتن هاني ان اللجنه الثلاثيه الان بتبحث التعاقد مع شركه جديده عندها تقنيه متكامله، هتبقى تقنيه بالالات والمعدات الجديده، ودي هتبقى فايده جدا لحكامنا. يعني عاوز اقول ان برضك التقنيه اللي هي شغالين بيها مش بالجوده الكامله. فاذا احنا بنتكلم في اكتر من شركه، لجنه الثلاثيه بتتعاقد مع شركه جديده، هناك لجنه هيتم تعيينها تبقى مسؤوله كامله للفار، ومن خلال اللجنه دي كابتن هيحصل تدريب مستمر، هيحصل كورسات جديده ومنح رخص جديده للحكام. النهارده عندنا مشكله، عندنا 20 حكم بس في الفار يا كابتن هاني، ما ينفعش 20 حكم فقط، 20 حكم للفار و20 حكم للاون فيلد. انا النهارده كلجنه حكام مش عارف ادور حكامي، ده عنده مشكله في المباراه وده عنده مشكله في الفار، طب انت هتختار ازاي؟ زي المدرب بالظبط يا كابتن هاني اللي عنده مثلا 15 لعيب وانا عاوز لعيب مصاب وعندي لعيب مصاب قليل، محتاج عدد كبير. فاذا النهارده بقول لا خلينا مشينا كابتن هاني دي، احنا خدنا شق طويل فيها، هنطور من اداء حكامنا، هنشتغل على حكامنا، هنطور التقنيه بشكل كبير، وهيبقى في اعتقد هيبقى في تحكيم كويس يا كابتن هاني ان شاء الله. كابتن ناصر عباس اللي يعني بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في قناه النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله نتواصل دايما لتعديل مسار التحكيم المصري للافضل باذن الله. شكرا جزيلا. واضح الرأي. بص يا ريس، اذا ما اختفتش المجامله، المجامله رقم واحد، رقم واحد المجامله، ثانيا غياب الضمير، دول اخطر حاجتين يعني دول يبوظوا لك اي حاجه. يعني مش يعني اللي انا شايفه في مساله التحكيم، اي حد فاضي مش لاقي له شغلانه تعالى يا عم اشتغل حكم، اي حد فاضي كلهم وجايبين ولادهم، ممكن يبقى فيهم ناس كويسه، لكن العمليه مش لعبه يا جماعه، ده دوري من اقوى دوريات الافريقيه والعربيه، يعني دوري مصنف، مش تجربه انك انت تجيب لي ناس ما عندهاش خبره، ما اعرفش ابن مين وده قريب مين وده وحكم صلاه دوري صلاه خماسيه واجيبه، ايه هو الكلام ده؟
فين الطقم اللي انت قايله؟ انتوا ليه خايفين مش عاوزين تقولوا الحقيقه؟ احنا طالبنا بكده قلنا يا جماعه اختيار الحكم لازم تعمل له كشف هيئه زي الكليات العسكريه، اعمل له كشف هيئه اشوف قدراته الذهنيه والنفسيه قد ايه، بيتحمل ضغوط ولا لا، اشوف مين اللي انا جايبه، بدليل انه مفيش لعيب كوره بطل كوره وراح اشتغل حكم. طيب على فكره الفئه الاضعف في منظومه الكوره هو الحكم، لانه ما حدش بيحميه، المفروض يكون الحاله الاقوى. استوديوهات التحليليه مع كامل احترامي جرأت الجمهور والناس على التحكيم، يعني ما اعتقدش في اوروبا بالصوره الواضحه دي، انت لو في انجلترا ولا في المانيا واحد فتح بقه قال كلمه على الحكم، يعني لو مسؤول في المنظومه الكرويه اتكلم على الحكم بيبقى القرار شرس وصعب عليه، برضه في نفس الوقت الحكم عارف انه هيتعاقب. وانا بقول لك انه في مجموعه من الحكام حاليا في الدوري لابد انه يختفوا ده لازم يختفوا خلاص، لا في ناس خلاص خدت عليهم جراءه، مش عاوز اقول اسماء، ومعروفين وفي ناس دوليين يا جماعه، لا استوب كده، في ناس لازم تمشي، لازم يبقى في جيل جديد. من ايام رحمه الله عليه سمير زاهر كان بيقول لك ان انا هعمل اكاديميه للتحكيم وهجيب ناس تعلم وتدرس ده المفروض ده يبقى الخطوه الاولى والدعامه الرئيسيه لنجاحك هو الحكم. في حد يقدر يعني في حد يقدر يعقب على حكم قاضي؟ لا طبعا مستحيل. تقدر حد يقدر يتكلم؟ مستحيل. هو حكم الكوره قاضي ولازم يختار، يبقى له عنده اختيار ناس يدم، مش مساله زياده ان انا مش لاقي شغل او عندي شغل واكمله، تعالى يا عم اشتغل حكم، وبعدين حكايه النبي هات لنا الحكم فلان فلان يا اخي ادينا الماتش، احنا مزنوقين عاوزين نطلع يا اخي درجه اولى، ده احنا عاوزين نطلع من الثالثه للثانيه وعاوزين نطلع من الثالثه، يا خلاص بيحصل يا الكلام ده، يا بيحصل ده كله معروف، وفي ناس معروفه حكام بعينها ها، وبعدين تقول لي منظومه عاوزه تنجح، تنجح ازاي؟ يعني انت ماشي جايب حضرتك بتتكلم بعيد خالص بقى مع موضوع الفار والتقنيه، لا سيبك من الفار، انا بكلمك بصفه عامه على شخصيه الحكم إيه؟ وتاهيله وشخصيته لا فار ايه، لا ده عاوزه تاهيل الحكم نفسه، يعني تعالى قول لي انا عندي 10 فني، الناس دي انا اخترتهم هيبقى عليهم الشغل، هجيب ناس، طب مش ما تجيبش لي ناس من بره، طب ليه ما تجيبش حد مثلا شاطر اداري جدا يدير لك لجنه الحكام ومعاه ناس فنيين، يعني مثلا مع كامل احترامي الناس اللي طالعه دلوقتي بتقول على الحكم ومش عارف مين وده غلط وده غلط، طب ما ترجع لنفسك لما كنت ماسك الصفاره كنت بتعمل ايه؟ يعني هنضحك على بعض، ما انتوا عملتوا قرارات، لو احنا كل واحد فتحنا له دفتره، انا بكلمك بلاش نفتح الدفاتر، انا بكلمك، لا انا عاوز اقول ايه؟ يعني يا باشمهندس احمد انت في موقف صعب، انت جايب الناس بكره لازم انت تقول لهم، هم هيتكلموا تسمعهم وانت تقول انك انت تعمل ايه؟ الخطوه الاولانيه انا هعمل 1 2 3 4، لازم تحدد انت دلوقتي خلاص الناس شايفه انه العمليه بتدار، لا دلوقتي فيها الوان، احنا مش عاوزين الوان، احنا عاوزين يا جماعه عاوزين مسابقه، بنتكلم على خطه طويله يا استاذ محمود، لانه دلوقتي اللجنه الثلاثيه دي لجنه مؤقته لحين عن انا بكلمك، يبقى انت ايه هو انا اعتقاد الشخص بكره هيبقى الموضوع او محور الكلام هيبقى جزئين، هو جايب الناس عشان يسمع طب انتوا مشاكلكم ايه، كل الناس عارفه مشاكلها وهتقولها، الجزء الثاني هيبدا يتكلم على الشركه المتعاقده او شركه التقنيه الحاليه اللي يعني. وهيتكلم زي الكابتن ناصر ما قال يمكن يكون في شركات عندها تقنيه افضل، حد قال لك انه ما عندناش التقنيه بتاعه الخط اللي بيوضح على المرمى الهدف الكره بتاعه تسموحه في بيراميدز، يا سلام، طب يعني كل الفلوس المصروفه دي كلها برضه ما عندكش ده اصل كان في مشكله كمان ان الشركه دي سمعنا ان حتى التقنيه بتاعتها السماعات كانت غير جيده، بتتكلم على البيرو نفسه، انا بس احنا دلوقتي هنقف دلوقتي هنحمل ما بنحملش تقنية الفيديو كل مسار، هنحمل تقنية الفيديو كل مسار، تعالى لي على الحكم نفسه ده المهم، تعالى لي على الشخصية نفسها، يعني شخصية الحكم في الملعب وتعامله مع اللعيبة، يعني أنا بقول لك أهو في 3-4 حكام بطالب المهندس أحمد مجاهد كفاية عليهم الدوري الممتاز، هات ناس، شوف ناس تانية، خلاص الناس ما لهمش كرامة يا جماعة، ما عادش ناس طايقاهم، خلاص قراراتهم وتصرفاتهم في الملعب تصرفات غريبة جدا، يعني حكم ممكن يتضرب ويتهان ويسمع شتيمته ما يقدرش يفتح بقه وما يتكلمش، ما دي ما خلاص انا بكلمك اهو، لا في ناس عندها مشكله في شخصيتها طبعا، في ناس لا ما ينفعش يا جماعه، التحكيم مش عمل اضافي، دي مسابقه كبيره ومسابقه محترمه محتاجه ناس متخصص، محتاجه نفرغ ناس، ندور على ناس نعمل نشتغل، مش هتقدر تعمل الكلام ده، قول يا جماعه هتقول انك انت هتعمل ايه بكره، لكن هندخل في الدايره
والدنيا مولعه على السوشيال ميديا وعندك ناس خلاص بتلاقي اي فرصه بتولع الدنيا وكله شايف نفسه على حق وكله شايف نفسه يعني اللي هو يعني ايه بيجيب من الاخر يعني قال مقطع يعني نفسه في الضمير وهو كل واحد بيدور على مصلحته وعلى فريقه وده بيقول على ده خلاص احنا عشنا في الدايره اللي احنا شايفينها دي لكن انا بكلمك بقول لك انك عندك مشكله عندك مشكله ما عندكش في مشكله والغريب اللي طالعين ينتقدوا التحكيم اللي هم الحكام الكبار كل واحد فيهم بس يقعد مع نفسه يشوف نفسه كان عامل ايه لكن دلوقتي الحكم عارف عامل ايه مستني الفار يساعده دي مصيبه دي كارثه يعني سلك حكم ده حكام بيحكم حكم الاسماعيلي والمحله اربع ضربات جزاء الفار هو اللي حاسبهم فعلا خلاص وكلها اوقات صعبه انا بكلمك لا واحلى حاجه في ضربه الجزاء الاخيره يعني ضربه الجزاء بتاعت اللي غزل المحله على يعني يعني ايه يعني برضو غريب والحكم ده عليه دايره كده دايره اهو ده يعني ده رقم واحد كفايه كده من الدوري الممتاز ده لا خلاص يا جماعه ما ينفعش وثانيا انت يعني لابد انك انت على الاقل يا تجيب مدير اداري شاطر قوي جدا شخصيته قويه تولى المساله ومعاه ناس فنيين بيعرفوا يعالجوا وبتاع وصححوا ويجيبوا التجربه السعوديه اللي حضرتك ممكن بتقرب من في تجربه سعوديه يا تجيب حد من بره احنا مش قايلين لما نجيب حكم من بره نقول له تعالى اقعد معانا هنا تعالى قول لنا هنعمل ايه عملت كده بعد 3 سنين واحنا احسن من السعوديه لا انا بتكلم على السعوديه التجربة. عملت كده الامارات عملت كده صحيح. قطر عملت كده كل الناس بتعمل كده احنا شايفين ان احنا وحدنا في حته التحكيم على فكره احنا خايفين نجيب حد يطلع لنا المصيبه هيطلع كوارث احنا مش عاوزين كده احنا عاوزين بالتليفون يا عم معانا ماتش بكره شوف لنا سين حاضر هبعته لك خلاص اطمن لا ابعت لي فلان ايه هو ده يعني الانديه حكم عمل خطا معاه في مباراه وما يغيب عن المباراتين او ما يحكم ليش تاني يعني لا اذا انت ما فرضت سيطرتك كاتحاد كوره على الانديه الكبيره من اجل انك تحكم وتعمل بطوله يبقى لها قيمه يبقى فيها يعني ايه بنتكلم على التحكيم لنا سنين ما خدناش خطوه واحده قدام ده كل واحد جايب اخوه وابنه وابن عمه وابن اخوه وابن خاله ايه في ايه يعني هم دول اللي هم الحظ بس هم دول اللي يدخلوا في الدائره دي هنقعد يعني احنا في المساله دي يعني كل واحد يجي في مكان يجيب يحط اللي ليه وناس التانية ما شفناش محدش شافها وفي ناس كتير على فكره راحت في رجلين والظلم تكون عندها شخصيه وتحاربت وانتهت وانتهى مشوارها قطع رجلها خلاص ما عندكش فرصه هيبقى قريب فلان وعلان وابن اخ فلان وابن عمه فلان فالدنيا هنا المشهد هنا ايه هنا خلاص كده اللي بيديروا الفترة اللي فاتت هم كانوا عاوزين عجيبهم الوضع ومشوها بايه؟ بجلسات العرب وما في جلسات عرب. والنتيجة كان ايه؟ ظهور المنتخب زي ما انت شفت فين؟ في كأس العالم بالصورة اللي انت شفتها. ثانيا انت لما تجيب حد من بره من انجلترا الدولة هي الأقدم هي والدولة من ألمانيا من فرنسا من أسبانيا تجيب حد تقول له تعال اقعد معانا احنا عايزينك. تعال لنا اقعد معانا 3 شهور كده وقول لنا نعمل ايه؟ شوف لنا حل في المشهد مش عيب رتب لنا مش عيب طبعا قول لنا تقييم الناس دي ازاي اختار الحكم مثلا الاولويات انت ما عندكش الكلام ده يعني ما ينفعش يعني عايز اقول لك ايه المشهد كده احنا داخلين في سكه يا جماعه تعصب بيطل بوجهه القبيح وكلام بنشوفه وناس بتشارك في تدمير العلاقات بين الجماهير وناس مسميه نفسها اعلاميين هم ما لهمش علاقه ودخلوا الاعلام من باب الغلط ومن اكبر الخطر على اللي بيحصل ما ينفعش عشان تتعادل في ماتش تطلع تقول لي ابعت رساله للرئيس الاتحاد الدولي ابعت مش عارف مين الحقونا غلط الكلام ده يعني مش ده هو لا يمكن ده يكون اعلام اصلا ولا يمكن توجيه ما لما الجمهور يعمل ايه هو يعني ما يعني يعني ايه ان انا يعني ايه ابعت لرئيس الاتحاد الدولي ان فرقتي كان في خطا تحكيمي وتعدت ماتش يعني برضو مش مستوعبه يعني مال رئيس الفيفا بجزئيه يعني صغيره كل واحد هيبعت كده يعني مثلا أيوة يتعادل فريق يعني هو ده المنطق يعني أنا مش يعني هي دي الرساله ايه اللي هيحصل يعني لما تبعت لرئيس الاتحاد الدولي ولا لما يبعت لرئيس لجنه الحكام في الاتحاد الدولي يقول له تعالى شوف لنا التحكيم يا عم تعالى عاوزين نطور طب ما الناس تتكلم على مساله التطوير فين التطوير فين الشغل ما فيش يعني عاوز اقول لك الملف ده هيقعد كده ومش هتتغير حاجه وهنعيد لنا الايام ان شاء الله وهنقعد نتكلم مع بعض برضو عايز اقول لك على حاجه بص ونقعد نقول لك التحكيم الافريقي ها ونقعد نتكلم ونشوف اداء حكامنا برضو خلي بالك اداء حكامنا برضو في المباريات الافريقيه اللي بيشاركوا فيها برضو مشكله بيعملوا مشاكل ليه لا في تقييم ولا في حساب ها وانا طول ما انت حكم وعامل حساب صفارتك في اللي بره بتبص كده خلاص انت خرجت من الدايره طالما لم تراعي ضميرك
اذا كنت مش خايف من ربنا، خايف من ربنا اللي هو شافك في كل حته، خايف من اللي بره عشان اكل عيشك؟ لو كل واحد في مكانه يعني خاف من اللي بره ما خلاص خلصت الحدوته يا جماعه. ده انت مسؤول وانت في مكان المفروض يعني، لا يعني انت يعني واخد مسؤوليه وامانه اديها يا اخي، حتى لو حصل اي قرار بس خد القرار الصح. يعني انت تلقى لعبه نفس اللعبه في ثلاث مباريات تلقاها بثلاث قرارات، قرار طرد ايوه فعلا، قرار انذار، قرار ما خدش بالي على فكره. طيب هات يا عم اللي خدوا الثلاث قرارات، تعالوا قول انت خدت ليه القرار هنا، يعني قول لي. ثانيا لما يجي الحكم يغلط، الحكم يعني المفروض ان انا بعامل ايه يا كابتن هاني؟ عندي ابلان للمشهد، لما حكم يغلط مره ويكرر نفس الغلط مره ثانيه ويكرر اجيبه ثاني، يعني فين التقييم، فين التعديل اللي في شخصيته؟ يعني ايه المشهد؟ يعني واحد زي ابراهيم نور الدين، شوف انت بتتعامل مع اللعيب ازاي، وعارف لو واحد عمل له كده ها وبص له كده وفكره بنهايه البطوله العربيه ممكن كش او اللي حصل لك، ها فاكر؟ ما ده بكلمك اهو، ده يعني انا عاوز اقول لك ايه على شخصيه الحكم، حتى بعد المشهد مثلا الحكم ده، الحكم ده مثلا بعد مشهد البطوله العربيه كان الاولى ليه نفسه انه يعتذر التحكيم، مش يكمل يختفي يومين ثلاثه ويقول لك ناس هتنسى، لا الناس مش هتنسى. فاللي انا عايز اقول لك انت هنا في محنه، وفي محنه هتبوظ المسابقه وهترمي شائعات وتفتح باب لمجال احنا في غنى عنه. ما تعدي الجزئيه دي يا سيدي وتاخد فيها قرار، هتاخد قرار تشيل الفار ده وتجيب، خد قرار سريع يعني انا من المباريات اللي جايه هنعمل كذا، خلاص لغينا مع هنا وجبنا الدين، خلاص عملت قرار. تعالى مثلا قلت ولاد الحكام، طيب لو في ناس كويسه خليهم يتعلموا، لكن ما تعممش يعني بلاش نظام التعميم، اطلع اجيب حد عنده ضمير اقول له تعالى شوف لي حل، اكلم اجيب ناس من بره تعلمني. انت الجزئيه دي هي على فكره دي نقطه من اول السطر، اذا ما نجحتش في تقييم التحكيم ستستمر المشكله ونعيش في نفس الدايره ويبقى بقى مشهد زي ما انت شايف. انا بتفق معاك في كل نقطه قلتها، خاصه حتى على جزئيه الاعلام، والاعلام والاستوديوهات التحليليه ممكن بناخد وقت طويل قوي في تحليل اللعبه، والحكم بياخد قراره فيها في جزء من الثانيه، فده جزء هحاسبه على ايه؟ طبيعي انا بكلمك على جزء مهم جدا، ان الحكم الحكم في احكام، في حكام بتخطا. بص حضرتك هي الاخطاء بتعى من ايه؟ مش جزء مش من حلو قوي لكن ولا ايه غير مسموحه دلوقتي، في اخطاء يعني في اخطاء كتيره جدا يعني بتتاثر بيها نتائج الفرق وبتتاثر بيها نتائج بطولات كبيره جدا. فعايز اتكلم تاني ان النادي الاهلي بيعاني كتير جدا من الجزئيه ديت، النادي الاهلي بيعاني فعلا. ولما النادي الاهلي بعد بيان بيقول يا جماعه للمصلحه العامه ما بدورش على مصلحتي، لكن من كتر بقى ما خلاص احنا اكيد بنحترم التحكيم وبنقول دايما احنا سبورت الحكم المصري، لكن لما يكون اخطاء بهذا الشكل اكيد بيكون النادي الاهلي ليه موقف. والنقطه اللي حضرتك اتكلمت عليها كمان موضوع الاعلام، يعني انت بتتكلم انا افكرك بحاجه قد كده هقول لك بس يعني جزئيه انت بتتكلم على ميدو، طبعا بيطلع ويتكلم ميدو حبيبي وصديقي، يعني الفكره نفسها انك بتبعت للرئيس الاتحاد الدولي علشان انت كنت شايف ان في فرقه اتظلمت. طب ما انت كمان ميدو كان جايب حكم انجليزي ووراه له الهدف بتاع ايمن اشرف، ايه حصل يعني؟ والحكم الانجليزي قال له ده هدف 100%. طب ما كنت بعت كمان ميدو كمان ايميل عشان يعني تبقى العمليه صح يعني. الموضوع الاعلام برضو الاعلام لازم برضو يبقى في الجزء ده لازم واحد يكون انت مسؤول حريص جدا يعني. لا انت مسؤول لانه الكلمه بالنسبه لك مهمه جدا. الاخطاء في كره القدم والاخطاء بتستفيد منها كل الانديه، مش بيستفيد منها نادي واحد. سيبكم من الفيلم اللي بيتعمل والقصه، عشان لو احنا جينا حللنا ومسكنا كل مباراه هيبقى في كلام كتير يطلع، احنا مش عاوزين ندخل في المشهد وشغل المشجعين. صحيح دلوقتي في اعلاميين تحول المشجعين خلاص بيدافع عن اكل عيش بطريقه او باخرى. احنا بنتكلم على ايه؟ انه القانون يطبق على اللي فوق قبل اللي تحت. صحيح اذا ما طبقش القانون على اللي فوق يبقى في عدل كامل على قدر المستطاع، انك انت بتدي لكل واحد حقه. صحيح. مش اكتر من كده. بعد ما تدي لكل واحد حقه خلاص اللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر، مش هو ده الصح. لكن ما تقولش تبقاش القرارات حسب الاهواء. ده النهارده حصلت مشكله مع الاهلي في مباراتين، فجاه جمل لا 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 انا مش محتاج مجاملتك، نادي مش عارف ايه حصل له اخطاء، فجي بعد الماتش بيجيب له حكم والنبي سهل مشي عدل الامور، يلا يا عم خلص زي حكم ايه ونبي مزوق اديني ضربه جزاء، شوف اي لعبه زي ما حكم اترمي في منطقه الجزاء وخد ضربه جزاء. المشكله فينا احنا مش عاوزين نقترب من ملف التحكيم،
اتوعدنا بانه هيبقى في اكاديميه وناس وتجيب ناس ويبقى في دراسه واختيار ناس وتعمل لها كشف هيئه صح واجيب ناس خبراء يختاروا الناس واعلم ودرس ونزل ودرب يعني المساله هي كده. لكن لو ظلينا في الدايره دي انا بقول في مجموعه من الحكام يعني عمرهم الافتراضي بالنسبه للدوري الممتاز ودوري الممتاز به انتهى خلاص. الناس دي خلاص بقت مكشوفه ولا صح، واللعيبه نفسها بقى ما عندهمش هيبه منهم. وبعدين الحكم اذا ما امتلكش الهيبه وانه بقى عنده ميزان يتعامل مع القوي زي الضعيف، لكن في حكم يجي مثلا قدام الاهلي والزمالك ما يقدرش يتكلم على الاهلي والزمالك، قدام الانديه اللي على قدهم ما عندهمش جمهور ما عندهمش صحافه يشوفوا اسد. احنا نفسنا يا استاذ محمود الامور توصل للجزئيه اللي حضرتك عاوزين نتكلم عليها يعني طبيعي العدل للجميع، القوانين تتطبق على الكبير والصغير، وان في يوم من الايام نشوف عندنا في الدوري المصري ان ما فيش ولا مسؤول ولا لاعب ولا اي حد يقدر يتكلم على التحكيم، ونشوف كمان ان الحكام على ذلك الحاجه. الدوري اللي فاز بيه النادي الاهلي السنه مش السنه اللي فاتت، السنه اللي قبلها، تعرف مين اللي انقذ النادي الاهلي في السنه اللي قبلها في الدوري؟ الحكام الاجانب. مش كانت كل شيء اغلب المباريات حكام اجانب؟ ها؟ سواء لبيراميدز او لنادي الزمالك، مش اغلبهم كان نادي حكام اجانب؟ نفسنا اغلب المباريات اللي خسرت فيها الانديه دي، والاهلي الاهلي في مبارياته حتى لما اجيب حكم اجنبي بعد الاحيان اجيب حكم اجنبي بجيب حكم اجنبي معروف بجيب بريح الدنيا. فانا عاوز اقول لك الناس اللي بتتكلم على اسلوب التحكيم المصري بتاع يا جماعه هذا الامر في غايه الخطوره، انك كمان بتنال انت بتنال من السمعه وبتشكك في الكل. ما يصحش، المفروض يبقى في حساب على الكلام ده. يعني ما فيش حد اي حد يطلع يتكلم على التحكيم، زي ما انا بحاسب الحكم لو اخطا اعاقبه، كمان اللي بيطلع بينال من التحكيم وبيدي الفرصه بيفتح باب لزرع الشك والكلام ده لابد انه يتحاسب، يبقى مسؤول، لانه دي صحيح. ده استقرار، يعني ده استقرار بلد، ده جزء مهم جدا، جزء مهم جدا محتاج برضه ومحتاجينه. عاوز اقول لاحمد مجاهد ايه، عاوز برضه دي من الجزئيه المهمه جدا انك انت برضه محتاج يبقى فيها ايه، فيها تفكير. الحكام الحاليين مساكين غلابه مش في ايدهم حاجه، ما عندهمش قدراتهم، بص قدراتهم محدوده برضه. احنا يعني قدرات الحكام على في مواهب وفي شخصيات، لكن احنا محتاجين وقفه بجد في التحكيم. لا لا بص بعد اللي بيحصل ده اذا ما كانش في وقفه، لا في قرارات مش هيبقى الوضع اكيد كده. في وقفه وهتبقى وقفه قويه جدا اعتقد، كمان مع قدوم اتحاد كوره جديد ان شاء الله تقنيه الفيديو كمان تساعد الحكام على الظهور بشكل افضل. لكن يعني نتمنى طبعا اولا للتحكيم التوفيق اولا واخيرا، احنا تاني سبورت للتحكيم، وان النادي الاهلي دايما سبورت للحكم المصري، لكن دايما عندنا المصلحه العامه كمان مهمه جدا. كل اللي بيعمله النادي الاهلي دفاعا عن حقوقه وده شيء مشروع، طبعاً وكمان مشروع دفاعا عن المصلحه العامه للدوري كله. استاذ محمود بنشكرك شكرا جزيلا، ودايما يعني بتسعدنا وبتنورنا. الله يخليك يا كابتن، شكرا شكرا جزيلا، كنت في خفيف ان شاء الله. دي كانت نهايه فقرتنا الاولى، معانا فاصل، وبعد الفاصل ممدوح الششتاوي طبعا ده المدير التنفيذي للجنه الاولمبيه وكمان رئيس لجنه الاعاشه وفي كاس العالم لكرة اليد اللي بيقوم بمجهود أكتر من رائع على مستوى التنظيم، هيكون معانا هنا في البيت الكبير بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية. البيت الكبير لسه مستمر مع واحد من أبرز الإداريين في الرياضة المصرية، واحد أو من الأشخاص اللي أسندت ليهم بطولة مونديال كاس العالم لكرة اليد اللي بتستضيفها مصر من 13 ل 31 يناير. بنبارك مرة تانية لمنتخبنا الوطني بالتعادل المرضي جدا مع فريق سلوفينيا. فريق سلوفينيا فريق عنيد، النهاردة نجح منتخبنا الوطني انه يتعادل ويتأهل لدور المجموعات او دور الثمانية. فان احنا النهاردة معنا يمكن برضو كمان واحد من اسماء الادارة المهمة جدا في الرياضة يا جماعة، والنهاردة بينجح في مهمة اخرى هنتكلم معاه فيها بالتفاصيل، واهلاوي جدا جدا، الاستاذ ممدوح الششتاوي. اهلا يا فندم، اهلا بيك كابتن هاني. نورنا استاذ ممدوح، وحشني جدا جدا. يعني عمر عمر طويل وعشره كبيره جدا طبعاً جدا طبعا يا كابتن. ودايما حضرتك شخصيه محترمه جدا، وعلى المستوى الاداري ما شاء الله، يعني مدير التنفيذي للجنه الاولمبيه مهام صعبه كبيره جدا، وكمان مهمه اسندت لحضرتك في ظروف صعبه جدا جدا. صحيح. لاقامه بطوله عالميه، كل العالم بيتغنى بهذه البطوله وهذا التنظيم، فبنشكرك على وجودك معنا في قناه النادي الاهلي. الاهلي النادي الاهلي بيتنا، وانا سعيد جدا ان انا ابقى موجود مع حضرتك وطبعا حضرتك وفي البيت الكبير اللي هو البيت النادي الاهلي. منورنا دايما. قبل ما هنتكلم ونسرد يعني في
حاجات كتيره جدا جدا. عندنا تقرير خاص بالاستاذ ممدوح الششتاوي، نروح نشوفه ونرجع مع حضراتكم في البيت الكبير. واحد من أهم الأسماء اللامعة في سماء الإدارة الرياضية في مصر، نجح في كل الملفات التي تولى مسؤولياتها. إنه المتميز ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية. يعتبر الششتاوي واحدا من العناصر الإدارية اللافتة في ظل القيادة الناجحة له في اللجنة الأولمبية على مدار السنوات الماضية، وهو ما منحه ثقة المسؤولين عن الرياضة المصرية، فتم اختياره من قبل المسؤولين في مصر ضمن اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم لكرة اليد، متسلحا بنجاحاته السابقة في العديد من الملفات المهمة التي أسندت إليه خلال الفترات الماضية. يتولى ممدوح الششتاوي منصب المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية منذ عام 2015، ونتيجة نجاحاته في السنوات الماضية تم اختياره رئيسا للجنة الإقامة والإعاشة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر حاليا وسط تحديات كبيرة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم مع فيروس كورونا المستجد وما تركه من أثر سلبي في تأجيل الكثير من البطولات وإلغاء البعض الآخر. ولم تكن المهمة سهلة على ممدوح الششتاوي، لكن الرجل نجح بامتياز في كل الملفات السابقة التي تولى مسؤوليتها من قبل، حيث كان رئيس لجنة الإقامة والإعاشة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عام 2006، ورئيس لجنة الإقامة والإعاشة في كأس العالم لكرة القدم للناشئين عام 2009 في مصر، ورئيس لجنة الإقامة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عام 2019، والتي أقيمت لأول مرة ب24 منتخبا. وسبق أن تولى ممدوح الششتاوي منصب عضو لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم عام 2008. وبعيدا عن الرياضة، يشغل الرجل منصب المدير الإقليمي للتسويق لعدد كبير من شركات الفنادق والسياحة العالمية منذ أكثر من 25 عاما. احنا بنحس تحدي كبير بتقبله مصر في توقيت عصيب جدا. هنتكلم مع الاستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنه الاولمبيه المصريه ورئيس لجنه الاقامه والاعاشه في بطوله كاس العالم لكره اليد 2021. مشرفنا وعايز ابدا بهذا التحدي اللي قبلته مصر ونجاح لافت للنظر يعني ولافت للجميع. فعايز ابدا بده، بس لفت نظري رئيس لجنة الإقامة والإعاشة لمونديال 2021. عايز أفهم المفهوم ده، يعني مفهوم التايتل ده من حضرتك. تمام، احنا نبتدي نتكلم بس على البطولة دي. ايه زي ما بنقول التحديات، هو تحديات مش للجنة المنظمة، هو كانت تحديات للدولة المصرية. البطولة دي يعني اسندت لمصر من فترة قبل كده، قبل ما كان يبقى فيه كورونا وقبل ما يبقى فيه أي حاجة يعني جائحة زي اللي احنا فيها دي. فكان الاشتراطات اللي قايمة بها البطولة اشتراطات الطبيعية زي ما بتقام في أي دولة تانية، محتاجين عدد فنادق معينة، ملاعب معينة بشكل معين، دي اشتراطات الاتحادات الدولية. فكان كل دي كانت متوافقة مع مصر، والدولة المصرية كانت يعني موافقة عليها وقبلت الشروط بتاع الاتحاد الدولي لقبول، وكان والحمد لله وفقت مصر في أنها تستضيف البطولة دي، كانت في الفترة اللي فاتت. فجيب بقى في تنفيذ البطولة برضو كان لسه ما فيش اللي احنا لينا ما بنبتدي اللجنة ابتدت قبلها بفترة. أخدنا نشوف الفنادق ايه والملاعب. مصر الدولة المصرية أقامت منشآت أو منشآت رياضية للبطولة دي، مش هنقول إن هي هتبقى للبطولة دي بس، المنشآت اللي أقيمت للبطولة هيستفيد بها أجيال قادمة. جميع الصالات اللي أقيمت، ثلاث صالات متكاملة جاهزة، واحدة في برج العرب العاصمة الإدارية وفي 6 أكتوبر، زائد تجديد الصالة الرئيسية في استاد القاهرة. المنشآت دي يعني تكلفت مبلغ أكثر من 3.8 مليون جنيه. دي مش منشآت هنقول أقيمت للبطولة، لا، دي منشآت للألعاب الجماعية، يعني ممكن ألعاب مختلفة تلعب فيها
أجيال جديدة ومنشآت إن مصر ممكن تنافس بيها في استضافة بطولات وأحداث فعلا مختلفة. يعني مش بس مخصصة الصالات ديت للبطولة الحالية بطولة العالم الحالية لكرة اليد بالضبط. لا لا لأي لعبة أخرى بنية أساسية للدولة المصرية بالضبط. فدي كانت حاجة لازم تحسب للدولة المصرية اللي أقامتها اللي تقوم تعمل منشآت زي دي. تمام. طيب لما نيجي نتكلم بقى جت البطولة وجت الأحداث فجت لجان من الاتحاد الدولي المتخصصة لجان خاصة بالمسابقات لجان خاصة بالبطولة لجان خاصة بالفنادق ابتدت تشوف في المنشآت الملاعب بتاعتنا اللي احنا بنقيمها مخصوص خصيصا للبطولة. فكان في تحدي كبير جدا للسباق في الزمن لان الوقت ده تتعامل فيها المنشآت الرياضية او الصالات دي في وقت معين. فكل مرة كانوا بيجوا اللجان دي كانت الدولة المصرية بتبهر بما بتبهر بما انجز وما سينجز واللي هيخلص والوقت بتاعه والحاجات الشغل اللي بيتعمل في الصالات والتجهيزات والامكانيات اللي بتقام فاقيمت وخلصنا كل حاجه. فبيجي للفنادق فكان زي اشتراطات الاتحاد الدولي عدد الفنادق يبقى عدد معين. فكان في اختيار اللي هم جم عليه في اشتراطات معينه للفنادق قربها من الاستاد مسافه معينه وقت معين في كل مكان ده مكان الاقامه يبقى قريب بوقت يبقى اكتر من ما يبقاش زيتش عن 30 دقيقه الملعب ملعب التدريب ما تبقى قريبه برضو لهم المواصلات تبقى كذا. فاخترنا مجموعه فنادق مع الاتحاد الدولي باشتراطاتهم فكنا نهينا كل حاجه في قبل البطولة بست شهور ومضينا العقود مع الفنادق وكل حاجة تمت والشركات النقل كل حاجة كانت جاهزة. جينا في شهر بالضبط التاريخ كان حسين بيلبيب يعني عارف التاريخ ده كويس 9 ديسمبر الاتحاد الدولي قرر ان البطولة هتبقى بشكل الفقاعة او الكبسولة الطبية هو قبلها كان في دول في تخوف كتير من دول ان هي تيجي قبل الفتره دي كان في تخوف من بعض اللاعبين الدوليين هم خايفين للاشتراطات والامن وليه ان في الفتره اللي احنا فيها بنتكلم فيها بقالنا فتره في دول كتير جدا مطارات قفلت في دول كتير جدا سفر قل في دول بدل مطارات قفلت وسفر قل لا ان الرحلات مثلا زي في اسبانيا كان في طياره يوميه من برشلونه ومدريد لغوا كل ده بقت طياره واحده بس من مدريد للقاهره وحظر كامل في بعض الدول حظر زائد مش حظر فقط في بعض الدول ان انت عشان تسافري او تيجي تقعدي 15 يوم قاعده في كارنتين حجر منزلي فحاجات كتير جدا خوفت الناس. فجه الدكتور حسن مصطفى فعلا في اجتماع ومؤتمر صحفي عالمي في الهيئة العامة للاستعلامات المصرية عايز اخدك بس من ديت ونشوف اللقطة معاك وده كمان اللي بنتكلم على انجاز التنظيمي لكن الانجاز الفني ده طبعا لعيبة منتخب مصر بيرجعوا الاوتيل بعد الفوز او بعد التعادل ووصولهم لدور الثمانية وكله بيمضي على ايجيبت يعني مكتوب ايجيبت عملنا لوحة جدارية دي برضو اللوحة دي كان لازم نفكر في حاجة الولاد عندنا الشباب كلهم في الاقامه والعشاء شباب صغيرين كلهم جامعات وصغيرين جدا وحابين ففكروا معانا نعمل حاجه للفريق للفرق ان هي اساسا نوثق البطوله باللاعبين اللي شاركوا في البطوله مش بس منتخبنا اللي بيمضي عليها ده كل المنتخبات كل المنتخبات احنا عملنا لوحه للمنتخب المصري لوحده ولوحه للمنتخبات الثانيه كلها فالناس كلها بتمضي وبيمضوا ان هم شكرا لتوثيق الحدث وتوثيق وان هم مبسوطين باللي حصل وشايفين ان الدوله المصريه قامت بانجاز حاجه جدا فشكلها الناس كلها مبسوطه ده من شويه يا استاذ ممدوح ده من ساعه بالظبط بعد ما خلصوا الماتش وهم راجعين من الماتش بتاع سلوفينيا ده شيء مهم جدا الانجاز طبعا اللي حققه المنتخب لغايه دلوقتي والمشوار الحلو اللي عمله كمان ده كان مهم جدا ان يكون الانجاز الفني مع الانجاز التنظيمي هو التنظيمي سيادتك زي ما بتقول بالظبط يا كابتن هاني كانت في البدايه ما الدكتور حسن مصطفى اصر ان البطوله تتعمل انا عايز اخد بقى عمليه الاصرار ديت وعمليه ان انت عارف طبعا انت حضرتك طبعا المدير التنفيذي للجنه الاولمبيه اعتذار طوكيو نفسها الدوله الكبيره العظيمه على الاولمبياد واصرار مسؤولين مصر واصرار الدكتور حسن مصطفى اصرار طبعا القائد الاعلى عبد الفتاح السيسي بنفسه اصر على هذه الاصرار ده كان جاي بناء على الثقه الكبيره ان احنا نخش هذه التحديات الكبيره رغم التخوفات الكتيره من فيروس كورونا وتداعياتها. شوف يا كابتن هاني لازم نتكلم في حاجه مهمه قوي ان البطوله دي يعني اول حاجه ان الدكتور حسن مصطفى
قال للناس كلها الاتحادات كلها في اجتماع، وكنا في الهيئه المصريه للهيئه العامه للاستعلامات واجتماع كونفرنس كول مع الناس كلها، وقال لهم البطوله تتلعب وكل حاجه في وقتها ومفيش تغيير في البطوله. بعد اللي حصل في لما قالوا كبسوله في 9 ديسمبر والكلام ده وتغيير ولازم الفندق يبقى فندق واحد والناس كلها الفندق ما يبقاش فيه حد وبيت الناس كلها الاستاف اللي في الفندق في مكان واحد والسواقين يبقوا بايتين مع الناس والعاملين والاستاف بتوع الفندق بايتين، ففي 9 ديسمبر والبطوله بعدها بكام يوم انت هتجيب فنادق منين تقفل الفندق لوحده؟ حتى هنقول لو الفندق خلاص هتفضي الناس، طب لو واحد حاجز فرح هنروح حضرتك ممكن تتجوز كمان يعني اجل الجواز او اجل العروسه تحديات عروسه ثانيه مش عارف يعني حاجه طبعا مش طبيعيه مش طبيعيه للامانه يعني الطبيعي عجبتك صح؟ عجبتها عروسه ثانيه عروسه ثانيه وهو طبعا عروسه ثانيه بكل حاجه هي فالطبيعي ان اي دوله مش هتدخل في التحدي طبعا يعني مش عايز اقول ريسك يعني فعلا ريسك عالي جدا 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 في انت شايف في ماتشات كتير جدا في الدوري الانجليزي بيحصل اصابات وكورونا ودول الانجليز واخدين بالهم طبعا. في ماتشات بتتاجل بتلغي عشان احداث، مفيش بطوله في العالم اتلعبت لعبه جماعيه غير البطوله دي بمصر. فاصرار الاتحاد الدولي انها تتعمل في مكانها وتحدي الدوله المصريه يعني، ولازم نقول الدوله المصريه برئاسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال جهود الدولة المصرية كلها مسخرة للبطولة. ما طبيعي طبعا الدكتور حسن مصطفى مش هيقول للأندية دي كلها أو الدول دي كلها أن خلاص الإقامة هتكون موجودة في مصر غير لما يكون طبعا رجع للإدارة السياسية وعارف أن هم سبورت ليه وكل المشاكل هتتحل في وقت قياسي يعني. التحدي ده جاي من الدولة المصرية أن بقول لك أي دولة تانية أنا إيه اللي دخلها في المشاكل دي وحد يحصل حاجة وكلام ده أنت في يعني الحاجات دي في حاجات لها فيها حسابات كالكوليشنز انت ممكن تاخد مخاطره بس محسوبه، لكن المخاطره دي مش محسوبه ليه؟ انت ما تعرفش الفيروس ده ايه وظروفه ايه وممكن يجي ازاي ولا له علاج ولا اي حاجه، فانت بتلعب مخاطره صعبه جدا، لكن لقوه الدوله المصريه وعزيمه الشعب المصري وايماننا ان احنا ممكن نقف ونعمل حاجه كويسه انت بتكتب مانيوال جديد انت عملت جايد لاين ان انت تقول هتمشي بالحاجه دي ازاي وجايد لاين انت بتكتبه بايدك هتبقى في اجراءات صحيه تمشي ازاي كذا كذا يعني ليه؟ ما خدتوش من حته ثانيه وعملت اكزامبل مفيش حاجه اول مره اول حد هتساله اخر جائحه حصلت سنه 1918 ايوه انفلونزا الانجليزيه الاسبانيه فعشان تسالي حد من 1918 كلهم ماتوا لا عملتوا ايه حضرتك هم ما عملوش بطوله اصلا حد موجود انت النهارده بتتكلم على تفشي جائحه مش يعني هي كمان زادت بشكل كبير جدا في الاسابيع الحاليه عشان احنا عندنا شتاء ومش بس هنا في العالم وفي العالم كله. فمهم جدا كمان ان احنا نلقي الضوء على الاجراءات الصحيه ده اللي حصل بقى انت بتكتبي مانيوال جديده ايوه هو ده ممكن يتاخد يبقى مثال لبطولات تانية تتعمل صح. ليه مثال ليه اما تنجحي يعني البطوله ان شاء الله تخلص في النهايه وتنجح احنا في النهايه احنا بنقول البطوله دي اي بطوله في العالم بتبقى بتقام بيبقى اهدافها ايه ان الفرق توصل كذا المستوى الفني يبقى عالي جدا اللي بيحصل مش عارف ايه النتائج كده البطوله دي لا دلوقتي صحتهم الصحه النتيجه السلبيه نتيجه الناس تيجي سليمه وترجع سليمه فده النجاح الاساسي للبطوله صح؟ انا يعني هكلمك بقى بصراحه يعني اكتر حد كان مضار في البطوله دي الاتحاد المصري لكره اليد ليه ان البطوله دي الاتحاد تخوف كبير جدا من اقامه البطوله الفتره دي هو عمل اعداد صحيح ولا ماتشات وديه كانوا عايزين عدد ماتشات وديه مثلا اعتقد يعني انا مش هتكلم في لا انا هتكلم بحاجات فنيه انا يعني انا برضو علاقتي بالكره اليد زي علاقه حرب الفضاء يعني برضو مش كانوا طالبين يعني يمكن 30 مباراه كانوا طالبين 30 ما لعبوش غير ماتشين مع اليابان وكان البرازيل هيجوا ما جوش فانت متخيله ازاي يلعب مع ان الفرق الاوروبيه بقى بتلعب مع بعض وده يقدر يسافر لبلد فهم كانوا في وضع يعني فعلا صعب جدا 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 اعتقد ان هم كانوا يتمنوا ان البطوله تتاجل شويه يتم ارجائها وعلى اساس برضو ان هم مفيش جماهير في البطوله فدي برضو عامل البطوله عندك في مصر طب في النقطه دي عايز اتكلم مع حضرتك فيها لان كان في الاول كان يقال ان 30% او كان 30 وبقت 20 وبقت 20 وبقت خلاص ده بناء على
طبعا المصلحه العامه طبعا مصلحه ما هو كله ترفع عن ان انا اكسب البطوله او 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 لان ده بلس لينا يعني بالزبط. ده بلس لينا احنا وصلنا ان احنا نعمل حاجه تنظيميا على اعلى مستوى نحافظ على الناس اللي جايه يبقى النتيجه بتاعتنا الناس تيجي بقى ما ترجع لا الدوله دي دوله قويه دوله قامت بمجهودات ما فيش حد عملها صحيح. طب هم بيعملوا ايه طب عايزين ناخد مثال بقى عملوا ايه وحصل ان كان موجود البعثه اللي بتاعت بولندا اللي هم هينظموا البطوله اللي جايه طلبوا يقعدوا معانا مع رئيس البعثه مع معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وحسين بيه لبيب يقعدوا معانا يشوفهم انتوا عملتوا ايه عشان عملتوا صح لا بتعملوا ايه لا عشان يبقى قاعد يشتغلوا عليها فده دليل نجاح لنا كبير جدا 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 واحنا ماشيين احنا كل يوم اما النتائج احنا بنعمل مساحات كل 48 ساعه كنت لسه هسال حضرتك ازاي بتتابع كل الاعداد ديت وكمان مصر او البطوله ديت خاصه عدد الفرق زاد بقت اول مره في 32 دوله 32 دوله فاشرح لنا كده البروتوكول ماشي ازاي الناس لازم تعرف المجهود الكبير اللي حضراتكم بتقوم بيه بتتابع الحالات ازاي كل يوم المساحات بتجرى ازاي الفقاعه الطبيه ديت ازاي بتحتويها بشكل جامد حضرتك بتتكلم ان دلوقتي العامل موجود في هذه الفقاعه سواء الباص بتاع الفرق موجود في هذه فحضرتك كلمني على المجهود اليومي اللي الناس مش شايفاه اول حاجه الناس اللي بتشتغل المنظومه بتاعت كره اليد المصريه فعلا الواحد لازم يشيد بيها شدة يعني كبيره جدا انا اول مره اشتغل معاهم مع انهم معظمهم زملكاويه حبايبنا برضه مفيش مشكله اوكي فوانا اهلاوي احنا بنتكلم على المنتخب بقى مفيش مشكله لا اللي مجلس الاداره يعني منتخب مصر يعني انا بجد بجد سعدت وتشرفت بالعمل مع منظومه كره اليد الاتحاد المصري لكره اليد منتخب مصر كابتن مؤمن صفا مجلس الاداره بالكامل كابتن علي السيد ماسك المنتخبات حسين بلبيب مدير بطوله حاجه يعني بجد يعني انا بحب اروح اقعد معاهم يعني وبعدين كويس قوي ان انا من خارج كره اليد وبيدوني المساحه ان انا اشتغل واعمل وتكريت يعني انا ابتدي اقول لهم في افكار او يقبلوها والكلام ده كابتن خالد فتحي مدحت بيل بلتاجي علامه من علامه الناس اللي في كره اليد زي طبعا كبير المنظومه دكتور حسن مصطفى اللي متواجد معانا في كل وقت وفي كل حاجه الدور الكبير لوزاره الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي اللي قاعد معانا يعني انا بكلمه الساعه 1 بالليل اقول له في كذا هعمل كذا انا هنطلع الناس يعني احنا كابتن حسين لبيب مكلمينه بعد 10 تقريبا من الكلام ده الاسبوع اللي فات وكان يعني بيقول لنا ان لسه في المكتب ولسه يعني الناس دي حضرتك كل الاسماء اللي ذكرتها ما بتنامش فعلا بالاضافه للمتطوعين يعني احنا البطوله شهر هنصحى شهر وننام شهر يعني هنفضل صح كده مش كده كابتن حسين يعني مساء الخير عليكم كلكم مساء الخير كابتن حسين كابتن حسين لبيب طبعا مدير بطوله المونديال النهارده بتقام على ارض مصر وشرفنا للمره الثانيه على التليفون يا كابتن حسين ويمكن انا اتشرف ان انا معاكم لا انت مشرفنا دايما في البيت الكبير ومعانا قامه كبيره طبعا استاذ ممدوح الششتاوي كمان بيقول شعر في حضرتك و ما شاء الله يعني واضح جدا التجانس واضح جدا التفاهم لكل دوت لاجل مصر واحنا عارفين احنا بنشتغل على مستوى الدولي دايما سمعه مصر بتبقى مهمه جدا فراي حضرتك طبعا اولا في الفوز الكبير او التعادل بطعم الفوز النهارده لمنتخبنا وطبعا استاذ ممدوح الششتاوي كمان وجوده في طبعا يعتبر من اللجنه المنظمه كمان نتكلم على دور الاستاذ ممدوح يعني الاول هستأذن حضرتك يعني هتكلم على ممدوح وبعدين اتكلم على الكوره. اتفضل. ممدوح بالنسبه لي اكتشاف خطير، يعني انا بالنسبه لي انا ما كنتش اعرفه خالص بجد. قبل البطوله اتعاملنا مع بعض انسان في منتهى الرقي وفي نفس الوقت فيري بروفيشنال يعني فاهم شغله كويس جدا جدا. البطوله دي فعلا يعني بدون ممدوح فعلا انا اؤكد ان ما كانش حد مننا هيقدر يعمل الحاجات اللي ممدوح عملها. دي بجد يعني اقصد انا ما اعرفوش والله خالص. قبل تنظيم البطوله حضرتك يا كابتن حسين ما تعرفش استاذ ممدوح؟ خالص والله. طب ليه بقى حضرتك يعني ده رايك فيه او شفت فيه ايه حسيته دينامو في المنظومه دي؟ يعني انا حد كان قال لي في شخص اسمه ممدوح الششاوي انا بتكلم جد. ولو سمحت اقعد معاه قعدنا قعده لطيفه جدا في الاول الحق يعني زي ما بيقولوا يعني
من اول قعده انا لقيت ان ممدوح هيبقى مفيد افاده كامله لنا، لانه برضو زي ما بنقول ايه يعني ادي العيش لخبازه، يعني كل واحد فينا بيبقى له شغل معين. ممدوح بالنسبه لحته الاقامه والاعاشه والانتقالات فهمها كويس جدا، فهمها كويس بمعنى كويس، وده شغله الاساسي. طب يعني زي ما بيقولوا كده اختيار الاشخاص هو اكثر حاجه ربنا بيوفق فيها. انا معايا منظومه متكامله احدهم يعني انا بعتبره جندي مجهود، لان مش كل الناس عارفه، لان هو فعلا في بيت الفنادق. بس يعني يكفي ان تعرفي حضرتك احنا تقريبا الاجانب في حدود من 1600 ل 1800 واللجنه المنظمه اللي قاعدين جوه غير السيرفيس الناس بتعمله في الفنادق تقريبا في حدود 2500 شخص. ممدوح مسيطر على المجموعه دي كلها بصرف النظر بقى كام الف، مستعد السيطره كتير طبعا عدد كبير. هو بيقول لحضرتك ده كتير؟ لا هو بالنسبه له عدد لا يا فندم والله حضرتك ده كتير يا فندم. يا حسين ايه يعني انت حضرتك اكتر مني بتتعب، ده انا قاعد اساسا اقضي وقت مع الناس، بس الحمد لله عشان الناس كلها معانا تيم كويس قوي وعامل شغل كويس قوي، فده كتير يا ريس. لا والله يعني انا بتكلم من قلبي، وده بجد حضرتك استاذ ممدوح وبقولها لك كده علني. لا انت اكتشاف بالنسبه لي اكتشاف. نرجع بقى للبطوله. النهارده ربنا كرمنا والفرقه عد لدور الثمانيه بصرف النظر عن النتيجه، سواء كنا فزنا او تعادلنا الاثنين سيان، لان احنا كنا هنبقى مركز ثاني بدل الشبيت كسبت روسيا. بالتالي ان شاء الله الولاد كلهم دلوقتي يعني كان لسه بقى البطوله بتاعتنا تبتدي من الماتش القادم ان شاء الله. دافنتلي ان الفريق الدنمارك ده بطل عالم وفرقه قويه جدا، سواء حراس مرمى على اعلى مستوى مع احسن اثنين حراس مرمى في العالم، عندهم منجات كويسه جدا، عندهم باكات كويسه جدا، بيدافعوا كويس وبيهاجموا كويس. اصعب من سلوفينيا يا كابتن حسين؟ افندم اصعب من سلوفينيا اللي احنا واجهناها النهارده؟ لا هم اصعب فرقه في العالم. اصعب فرقه في العالم، بطله العالم. لكن كمان حضرتك اكيد عارف وانت حضرتك كابتن كبير، لما بيكون بتلعب بطل العالم بيبقى في طموحات كبيره جدا، بيبقى الضغوط مرفوعه شويه عن اللعيبه بقدر كبير جدا. شفنا الضغوطات دي موجوده في الشوط الاولاني لما تقابل بطل العالم الدنمارك في مباراه. اعتقد ان شاء الله جزء كبير من الاصرار والروح العاليه ممكن يعوض فرق الفنيات يعني. وزي ما انت عارف برضه يا كابتن هاني النهارده كان الدي اوف بتاع المنتخب بتاعنا، فان شاء الله الماتش الجاي هيكون نازلين ريلاكس زي ما انت بتقول فعلا، وان شاء الله يعملوا جود جيم زي ما بتقول بالظبط. المهم ان احنا نعمل ماتش كويس جدا والنتيجه دي في الاخر هتبقى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. انما فعلا انا متوقع ان شاء الله فرقتنا هتعمل مباراه جيده جدا جدا، تليق بالمجهود بتاعهم كلهم وبمجهود الاتحاد برضو. يعني انا عايز اذكر هي اللجنه دي مبسطه من الاتحاد المصري لكره اليد، جميع الزملاء في مجلس اداره الاتحاد بجد كلهم يعني يكفوا ان هم شايفين للجنه المنظمه المساحه الكامله ان احنا نتصرف، وكلهم اخواتنا وكلهم بيحاولوا يلبوا اي حاجه. هو زي ما ممدوح قايل انا بتفرج عليكم، فعلا هي عيله وعيله الحمد لله رب العالمين، ربنا يديمها يعني عيله ناجحه. وكره اليد طول عمرها يعني عيله ناجحه، كلنا بنشتغل بس الحاجه اللي احنا بنحبها، احنا بنحب اللعبه بتاعتنا، كلنا بنضحي عشان اللعبه بتاعتنا. صحيح بنشكرك. صحيح. احنا بنشكرك طبعا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على المجهود اللي بتقوم بيه طبعا اللجنه المنظمه للبطوله دي، بشكل الحقيقه يعني لافت للنظر زي ما احنا قلنا. شكرا ليك يا كابتن حسين، كابتن حسين لبيب مدير بطوله مونديال كاس العالم لكره اليد. احنا بنستاذن حضرتك في فاصل، لانه هذا نعم رايحين فين؟ رايحين لفاصل اعلاني وهنرجع علشان نتكلم عن هذا الاصرار والتحدي اللي دخلت فيه النهارده مصر علشان تنظم بطوله عالميه العالم كله بيتحدث عنها. نتكلم بقى عن ده، اكيد له توابع واكيد له مكاسب على المستوى الرياضي وعلى المستوى الاقتصادي وايضا على المستوى السياحي بجميع اشكاله. بعد الفاصل مع الاستاذ ممدوح الششتاوي.
انطلاقا من الكلام اللي احنا كنا بنقوله قبل الفاصل انه مصر اخذت على عاتقها تنظيم بطولة عالمية بشكل لافت للنظر حتى الان، ده ما كانش سهل، ما كانش سهل في ظل تأجيل بطولات، في ظل طبعا الغاء في بعض الأحيان بسبب تفشي جائحة مستجدة اسمها كورونا فيروس، فكان مش من السهل أبدا على مصر تنظيم هذه البطولة بهذا الشكل اللائق زي ما بنقول. برحب تاني بالأستاذ ممدوح الششتاوي. الأستاذ ممدوح الششتاوي هو واحد طبعا من الأسماء زي ما قلنا في سماء الإدارة الرياضية، وهو طبعا المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية ورئيس لجنة الإقامة والإعاشة في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021. قبل الفصل كنا بنتكلم عن التحدي ده، بس تحت الهوا كنا بنتكلم برضو عن فكرة أنه طبيعي جدا جدا أن المنتخبات دي والبلاد دي وأسر المنتخبات دي تكون خايفة على يعني اللي هيمثلوهم في مصر، فكنا دايما يعني حضراتكم يعني كان منظمين بتفكروا دايما في ايه اللي يجذب النظر، ايه اللي يطمن الناس دي، ايه اللي يطمن المنتخبات ديت يعني بشكل يخليها مرتاحة في الاول في الاخر، بشكل يأمنها صحيا اكيد طبعا وسلامتهم. فكنت حضرتك حتى بتتكلم على كيفية اختيار الأوتيلات اللي هم قاعدين فيها، ازاي النهارده هم مش بيروحوا يتدربوا في اماكن التدريب المخصص ليها، لان اختيار حتى الاوتيلات ديت كان يعني على قد المستوى ان هم يعني ممكن يتدربوا في الجناين تحت، عشان طبعا موضوع الانتقال ده ما كانش سهل في ظل الجائحه. تمام، اتكلمنا اكتر بالتفصيل عن الجزئيه دي. نقول بقى ايه اول ما ابتدينا عشان تقنيع الناس او الاتحاد الدولي وافق، عملنا الجايد لاين احنا هنمشي عليه عشان نبعته للناس كلها لتقليل مخاوف الناس تحسسيهم ان هم جايين في امان. ده التحدي الكبير اللي كان للدوله المصريه. ايه نقول لهم انتوا هتيجوا ازاي وهيحصل ايه؟ اللي انا بقول لحضرتك عليه ان هو في حاجه زي كده اي حد يقول لك انا ايه اللي دخلني في المتاهه دي دوله تانية، ماجلها شويه 3 4 شهور على ما الدنيا تظبط والجو يبقى كويس والحاجه دي نعملها. فاحنا عملنا يعني ده احتفال بعيد ميلاد واحد من اللعيبه بتوع الدنمارك. طب ما ده نجاح كمان، ده نجاح كمان انك تعمل هذا الاحتفاليه في ظل ده، بيدل ان الناس مطمنه يا استاذ ممدوح. ده الناس مطمنه يعني عندهم نوع من انواع الاطمئنان ان انا قاعد وبحتفل وجايب تورته بنجيب له تورته بنحتفل بيه ودي له هديه والناس قاعد مبسوطه وقاعد خاص بيتفاعل معاك. حاجه ثانيه كمان منتخب الدنمارك ده كنت بتقول لي اكتر منتخب كان قلقان من المنتخبات اللي كانت قلقانه جدا. حقيقي ده حقيقي. فانا سايب تستمتع الصوره حلوه قوي بصراحه، والصوره بيتحكم وجايين الستاف بتاع الاوتيل ومعاه الستاف بتوعنا بتوع لجنه الاقامه والاعاشه عليهم الساينج بتاعهم الدنمارك عليها اسمهم المكان بتاعهم حلو قوي كمان التورتايه بيحتفلوا بيهم وبيدي لهم هديه. بالك الديتيلز الصغيره بتفرق مع الاجانب جدا دي يعني مع الاجانب بالظبط انا عشت معاهم بالظبط انت ادرى واحد مننا في حاجه زي كده بيطمنوا جدا الاهتمام الشخصي بالبني يعني يعني حاجه اهتمام بهتم بحضرتك شخصيا يعني لما اجي انا من حاجه من الفنادق او سياحه ما تيجي تدخلي انا عارف ان حضرتك حاجز كابتن هاني حاجز عندنا في الاوتيل هو جاي اول مره ينزل الاوتيل بس انا عارف اقول له اهلا يا كابتن هاني من غير ما هو بيحس بقيمته وهو رايح مثلا الاوتيل في سريلانكا وعارفينه بالاسم في المقابله الشخصيه دي حتى لو كان متضايق من السفر او 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 او, أو فبيبقى يبتدي يهدى او حاجه مضايقاه ففي حاجه مهمه بتدخلي مكان وحد بيقابلك شخصي بتحس ان انت في اهتمام بيكي. فاحنا ابتدينا احنا بقى بنقول ايه عملنا ايه نقولنا نبعت لهم للدول كلها نقول لهم على جايد لاين هنمشي عليه. طب ايه هو الجايد لاين؟ اهم حاجه فيه التامين الصحي يعني الاجراءات الاحترازيه الصحيه اللي هي تبقى نقول ان هي بتامن الناس دخولها وخروجها. فعملنا بروجرام اسمه فروم دور تو دور من الباب للباب. ان انت هتجيب الناس من الطياره ترجعيهم الطياره. طيب ازاي تقللي عدد اقل ناس بتقابلهم عدد الناس اللي هتقابلهم والانتقالات يعني التعامل التعامل معاهم يعني التعامل معاهم اقل عدد ممكن على اساس بتقللي مخاطره التعرض مع حد تاني يبقى فيه تباعد. لا انت بس مش بتعملي تباعد انت قللتي عدد الناس اللي هتعامل معاهم. فاحنا كنا خصصنا لكل فريق 2 تيم ليدر مع كل فريق. فالتيم ليدر دول حفظناهم مثلا تيم ليدر بتاع المانيا بيكلموا الماني الولدين دول كويس قوي وبروفيشنالز جدا وابتدوا يقروا عن فريق المانيا
اساميهم ايه والناس ايه وكل حاجه اللعيبه واهم لعيبه مين وي وي وي، وابتدى بنبعت له الايميل بتاع المدير الاداري بتاع فريق المانيا يتواصل معاه، واللاعب ده يقول له انا اسمي اكس اللي هبقى معاكم وده ايه المتطلب، يبتدي يقول له انا محتاج كذا، انا محتاج ايه، انا عايز كذا، انا عايز اجيب الشيف بتاعنا، تقول له طب اسالك يرجع لنا ده عايز يجيبوا الشيف معاهم، طب بيعمل ايه، نسال الاوتيل، حاجات تواصل يبقى فيه حاجات تنظيميه يعني يبقى بالزبط. عارف واعمل ايه، عارف بقى يبعت له، بنبعت الرومينج ليست بتاعه، بعرف الاوتيل بتاعه هيبقى فين فيبقى عارف الاوضه ده فوق كذا، فعارف بقى ان هم ينزلوا في الاوتيل، التيم ليدر ده عارف هم ينزلوا في الاوتيل فلان الفلاني الاوتيل ده، فبيبتدي يروح الاوتيل مساء الخير انا اسمي فلان انا هبقى التيم ليدر بتاع فريق كذا، فانا عايز اعرف هيبقوا في الدور الكام عشان احنا مخصصين لهم دور لوحده لكل فريق دور كل منتخب لكل فريق منتخب دور. طبعا يعني بياخد التفاصيل دور بتاعه ما يبقى فيه الاوضه ده بقى فيه بيتر مع اليكس في اوضه دبل تاني ده اللي مش عارف ايه في اوضه سنجل، عارف الاماكن هم لهم احتياجات معينه، قاعه اجتماعات صاله طعام لوحدهم كذا، فبيعرف هياكلوا هنا يعمل كذا، طب لاندري هيتغسل ازاي هتسيبه في المكان. انا هاخد من دوت من حضرتك لان كل منتخب ليه متطلبات خاصه مظبوط، يعني انا هاخد برضو الحاجات دي لان احنا مرينا بيها من خلال وجودنا بره ان كل منتخب ليه متطلبات خاصه مختلفه عن منتخب تاني. بس معانا على التليفون طبعا الكابتن مؤمن صفا، طبعا ده المشرف العام للمنتخبات كره اليد. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن هاني، مساء الخير عليكم كلكم، منورين استوديو الكابتن ممدوح استاذ ايهام. كابتن مؤمن يعني بجد شخصيه انا ما كنتش اعرف كابتن مؤمن قبل كده فعلا، ما كنتش اعرفه فعلا قبل كده، بس انا يعني بجد سعدت وتشرفت بالعمل مع المجموعه دي، وخاصه كابتن مؤمن شخصيه يعني ان هم يقبلوا واحد من خارج وسط او كره اليد يجي يشتغل معاهم ويسيبوا له مساحه ويشتغل معاهم بجد يعني حاجه. تشرفت بالعمل مع مجموعه مجلس الاداره بالكامل وخاصه كابتن مؤمن حضرتك، واحنا اللي سعينا اللي موجود معانا لخبراتك ومجهودك يعني فعلا اخ فاضل، وطبعا زي ما بقول كده عالميه. الله كابتن مؤمن كان لسه استاذ ممدوح بيتكلم قبل حتى مكالمه كابتن حسين لبيب في فكره مرونه التعامل، يعني ان كل واحد متاح له النهارده انه يعني يقول افكاره، وان لو في مجال ان هي حتى تتنفذ بشكل مرن جدا وطبيعي جدا، ما فيش حاجه اسمها انا الكبير هنا انا الاول انا ما اعرفكش، قصه المرونه والاحترافيه في التعامل دي كلمني عنها برضو بشكل كبير. والاول اتفضل. بصي انا هقول لحضرتك حاجه، طبعا احنا كلنا زي ما بيقولوا كده متعودين في الهاندبول تبقى لينا كابتن ونشتغل تيم وورك من واحنا في الناشئين، سواء على مستوى الانديه او على مستوى المنتخبات، متعلمين زي مانيوال كده زي ما كابتن ممدوح بيكلمك في السياحه، عندنا جايد لاينز معين لكره اليد سواء من اول اللعيبه اول اداره الفريق من اول اداره الاتحاد. طبعا الكلام دوت ايام زي ما انت عارفه العمل الاداري الاتحاد الجايد لاينز حسب مصطفى، طبعا انت عارفه من واحنا بنلعب الواحد يقول الله هو الموضوع ده بيتعمل كده ازاي، طب كده ما ينفعش. طب بقى في المكان بتاع اداره الاتحاد لقى ان كل حاجه كانت بتعلمها او بيشوفها رغم انها بتكون فيها التزام اكثر او قصدي اكثر، لكن هي فعلا هي دي المصلحه بتاعت التيم بتحتاج كده بتتعمل. فاحنا الحمد لله ان التيم ورك واحد، طبعا برضو عندنا باك جراوند بزنس، فسواء على مستوى الناس اللي بتدير الاتحاد او على مستوى الناس اللي بتدير اللجنه المنظمه كلنا في الاخر متعلمين من بعض، وده منعكس يا كابتن مؤمن على نجاح وتنظيم البطوله دي زي ما احنا قلنا. الحمد لله ان هو زي ما بيقول لك ان يعني احنا يمكن استاذ ممدوح اول مره يشتغل مع كره اليد، لكن لما جه قال لك انا هروح فين في وسط الناس ديت، لقى ان في مساحه ولقى ان في افضل قطاع تركيزه، ومش بيتكلم بس في الحته بتاعت سواء الاقامات او بيتكلم في حاجات ثانيه خالص، يعني ممكن يكون هو مش حاسس ان احنا ممكن ناخد رايه فيها، لا بالعكس ده هو نقول رايه زي ستيلينج كوميدي يعني لجنه تنفيذيه بمفهوم اللجنه التنفيذيه. صحيح. ده مهم جدا يا كابتن، وخلينا اتكلم معاك بكل امانه
احنا يعني هنا في مصر اعتقد من افضل الاتحادات على مستوى الاتحادات في الكرات الجماعيه هو الاتحاد المصري لكره اليد، وشفنا ده من خلال يعني مشوار طويل في كره اليد واجيال كتيره جدا، لكن مع كمان صحيح. اضافه جديده الاستاذ ممدوح، طبعا اضافه لاي مكان مع طبعًا. الاحترافيه في التعامل مع كمان الفيجن، عنده فيجن وعنده جديد وعنده كمان غير الخبرات عنده افكار بتطرح من خلال حاجه عايز يزودها، وبالتالي بيلاقي مساحه يشتغل فيها زي ما قال، فده دليل على النجاح الكبير. كابتن مؤمن النهارده تابعت ازاي مباراه النهارده؟ يعني كان كل الناس بصراحه يعني في مصر كلها كانت بتتفرج على المباراه وكان اعصابنا مشدوده شويه، شفت ازاي هذه المباراه والتعادل مع يعني خصم عنيد زي سلوفينيا ومشوارنا ان شاء الله في دور الثمانيه باذن الله؟ والله هو انا عايز ابتدي من مشوارنا في البطوله كله، لان هو اكيوميتد يعني كل ماتش هو متركب على اللي بعده، كل ماتش كل فوز ليك بيديلك بيفتح لك شباك في المباراه اللي بعديها. يعني احنا لما ابتدينا البطوله انت عارف احنا كان بسبب الكوفيد احنا كان عندنا برنامج بالاحتكاك ما اتعملش طبعا لان الظروف خارجه عن ارادتنا يعني، وكانت متمرنين كويس جدا، لكن كان اللعيبه انت عارف المعسكرات التدريبيه مختلفه تماما عن لياقه المبادره، وخاصه في اجيال مختلفه، في ناشئين وفي شباب وفي لعيبه محترفه، فكان في توليفه كده محتاجه وقت يعني ما بين الناس دي كلها. صحيح. على الاقل حوالي مثلا في اخر شهر ده على الاقل 6-7 مبادرات. فاحنا دلوقتي اللي انا شايفه من ماتش لماتش بتاخد الهارموني بيتظبط، صحيح بيتظبط، الهجوم بيتحسن، حراسه المرمى بتاخد ثقه اكتر، كل المدارس اللي احنا بنلعبها ديت مدارس مختلفه. لو انت ابتديت بالمدرسه روسيا وبيلاروسيا مثلا والسويد سرعه، بيلاروسيا وروسيا قوه، النهارده مدرسه يوغوسلافيا ديت زي ما تقولوا كده هو بتجمع الاثنين، بتجمع القوه والمهاره نفسها. المهاره صحيح. انت عارف مدرسه يوغوسلافيا عموما في الهاندبول زي غزير كده في الكوره بالنسبه للمهارات يعني. فالنهارده كان اعنف ماتش بالنسبه للمنتخب المصري تعبوا، مش بكلمك على مستوى بس المهارات، لا ماتش عنف، في عنف، في لعب، في صحيح في دم، كان في دم النهارده يا كابتن في الملعب. بعدين هم ذاكروا منتخب مصر كويس جدا وقفلوا له نقط القوه بتاعته، والحمد لله ان احنا قدرنا برضه من بين الشوطين ان احنا ما ابتديناش بدايه قويه زي كل مباراه، كنا بنبتدي بدايه قويه ندي ثقه البدايه القويه، فالفريق الثاني بيجري وراه، احنا النهارده احنا اللي بنجري ورا سلوفينيا لغايه اول 10 دقائق في الشوط الثاني، وبعدين نزلنا بالريتم بتاعنا مشينا جون بجون لغايه الاخر، وفرقنا بالاخر واحد، والحمد لله ربنا كرمنا ايه ان احنا خرجنا كلينا تعادل او مكسب بيطلعنا دور الثمانيه. واللي انا عايز اقوله بس البطوله ديت احنا طلعنا دور الثمانيه البطوله اللي فاتت. صحيح. البطوله اللي فاتت أول مرة تثبت البطولة تتعمل عشان 32 فرقة إن يبقى عندك تو مين داون، أنت تجمع نقط من أول لما تخش لغاية بداية دور الثمانية، بداية النوك أوت في دور الثمانية مش في دور ال 16، وده بيصعب عليك المهمة إن أنت لغاية ماتش النهاردة أنت مش عارف هتتأهل ولا مش هتتأهل، محتاج تكسب خمس ماتشات أوت أوف 6. يعني في المشوار القديم المفروض بعد عدد الماتشات دي كان زمانك بتلعب دور قبل النهائي. انت الماتشات القديمه بتلعب الميد راوند وبعدين تخش تلعب دور ال 16. صحيح. كسبته بقيت دور الثمانيه، كسبته بقيت دور الاربعه ماتشين. طبعا الكلام دوت انت عارف ان كره اليد مبنيه اصلا على الدول الاوروبيه. صحيح. لما نبقى مجموعه معانا خمس دول اوروبيه ونطلع بدور الثمانيه وسط الخمس دول، هي دي النهارده الفرقه اللي بتلعبها، لو يمكن ناس كتير ما تجيبش المعلومه ديت، سلوفينيا دي الرابع كاس اوروبا اللي معمول من ست شهور ولا سبع شهور في السويد. يعني هي كانت على منصه التتويج او اقرب الى منصه التتويج. اكيد. في بطوله اوروبا ضد الامم الاوروبيه في السويد طلعت الرابع، كان البطل كان اسبانيا، كان بيلعب فاينل مع كرواتيا، كان الماتش السيمي فاينل اعتقد كان سلوفينيا والبرتغال. احنا بنشكره. اتفضل. الفرقه دي ليها كره يد يوغوسلافيه متوجه لسه من 7-8 سنين.
لا وكمان على مستوى الخبراء اللي كانوا موجودين معانا هنا، على خبراء كره اليد اللي كانوا موجودين، هم كانوا بيقولوا اصعب المباريات اللي ممكن تقابل مصر هو منتخب سلوفينيا، وده اللي حصل النهارده. وبنتمنى ان شاء الله هذا التعادل بطعم الفوز ان شاء الله بيكون دفعه لدور الثمانية، وان شاء الله ايا كان ايا كان المنافس ممكن يكون الدنمارك يعني، بس عندنا امل كبير جدا يعني. وربنا ان شاء الله يعني هو دور الثمانية هتلعب دنمارك بطل عالم، هتلعب ثاني عالم، هتلعب ثالث عالم، انت وسط الثمانية الكبار دلوقتي. صحيح صحيح صحيح. مبروك لحضرتك ومبروك لمنتخب مصر ما وجودنا في الثمانية الكبار، وعلى امل باذن الله نحقق المعجزه ونبقى في الدور الاربعه باذن الله. كابتن مؤمن شكرا جزيلا لحضرتك استاذ ممدوح. كابتن مؤمن شكرا يا كابتن مؤمن بجد، انا سعدت ان انا بشتغل معاك والله يا كابتن مؤمن، شخصيه محترمه جدا ان شاء الله كل التوفيق لي. نروح لفاصل ونرجع مع الكابتن الكبير ممدوح الششتاوي. غليتك كابتن. طيب واحنا بنتكلم على تنظيم بطولة رائعة بهذا الشكل، ما عندناش مشكلة لا في إقامة ولا إعاشة جميع المنتخبات المشاركة، 32 منتخب أول مرة تحصل في التاريخ في بطولة زي دي، بطولة العالم لكرة اليد. طب احنا النهاردة يعني ترتبنا كام في موضوع السياحة الرياضية؟ أنا عارفة أن السياحة الشاطئية مصر رقم واحد فيها، لكن احنا النهاردة فيما يتعلق بجميع بقى السياحات، احنا عندنا سياحة علاجية، عندنا سياحة رياضية، ليه مصر ما بتستغلش هذه المقومات اللي اعتقد عندها مقومات بشكل كبير؟ ليه ما بتنظمش بطولات زي ديت من هذا النوع بعيدا عن الجايحة؟ يعني المعسكرات افتكر انه اقرب دولة يعني في نجاح يعني من البلاد الناجحه في تنظيم الحاجات ديت هي دبي، يعني اقرب حاجه لينا صح. مصر ما يعني ليه لحد دلوقتي ما استغلتش ده؟ طيب نتكلم الاول على استفادتنا من البطوله دي، تنظيم مصر للبطوله، المكاسب يعني مكاسب مكاسب على اي مستوى، مكاسب الدوله المصريه من تنظيم البطوله. احنا كنا بنتكلم ان هي مخاطره، لكن الشعب المصري او الدوله المصريه او الحكومه ما بتاخدش الموضوع مخاطره، بتاخده ثقه في الشعب، ثقة في الناس اللي بتشتغل، ثقة في الدولة، ثقة في الحكومة، ثقة في الأجهزة. فكانت كل أجهزة الدولة قامت بدور كبير جدا. وزارة الصحة مجهود يعني غير طبيعي، مساحات ال 2500 أو 3000 واحد بيتعملوا لهم مساحات كل 48 ساعة، ده حاجة غير طبيعية، غير طبيعية يعني. لكل 30 فرد موجود في أي مكان فيه دكتور خاص بيهم، يعني الفريق له دكتور، احنا مع الوزاره الصحه معانا دكتور لكل فريق، لكل 35 فرد كمان لو ميديا او ستاف من الفندق او من اللجنه المنظمه، فمعمول لها كالكوليشنز بيبقى فيها دكتور، في عياده موجوده، في معمل تحاليل، في اشعه، في صيدليه، في كل اوتيل جوه يعني الفندق، جوه الفندق اسعاف، عربيه اسعاف، عربيات مش عربيه واحده، غرفه عنايه مركزه بعربيه اسعاف بتنسف كير، كل حاجه مجهزه. فده دور وزاره الداخليه، ان الناس بتيجي من المطار من الطيارة، بتنزل من الطيارة الباص بتاعهم اللي هو ياخدهم للأوتيل واقف تحت الطيارة، دي ما بتحصل أول مرة تحصل في مصر لبطولة. اتعملت كل الإجراءات الأمنية بما لا يخل بالأمن المصري، بما لا يخل بالإجراءات الأمنية اللي تحفظ هيبة الدولة المصرية، فيبقى ده دليل قوة الدولة أكيد. في اتخاذ قرار زي ده، إن في لاعبين يجوا، لأن بس لها إجراءات، في كشوف بتيجي قبل كده قبل ما الفرقة بتيجي، فبتكشف على الناس يعني، يعني الموضوع مش بس أوكي هات الناس ويدخلوا ويمشوا، لا لا لا، إجراءات قامت بيها وزارة الداخلية بكل أجهزتها فعلا يعني تستحق الإشادة. هيئة الطيران المدني، وزارة الطيران، وزارة الثقافة، وزارة هيئة العمل للاستعلامات، وزارة المالية في الجمارك، كل الناس دي اشتغلت 18 وزارة اشتغلوا في البطولة. طبيعي ايه نستف ايه بقى الاستفادة اللي جات للدولة المصرية في حاجة زي كده؟ ان مبدئيا مفيش بطولات بالحجم ده موجودة ب 32 دولة في أي دولة بتعملها، إذا كانت دولة أوروبا أو دولة في أمريكا اللاتينية أو أي حاجة خالص، إحنا بس اللي عملنا ده. تمام؟ فما تيجي بتقولي عملنا ده، طب الهدف المفروض بقى الناس على اساس ايه؟ الناس خايفه على صحتها، يبقى الهدف الاساس صحه المواطن او الحفاظ على صحه المشاركين في البطوله، يرجعوا سالمين ويعودوا سالمين. طيب الحمد لله النهارده دلوقتي فاضل اسبوع على البطوله، نتائج غير طبيعيه ما شاء الله الحمد لله، يعني مساحات كلها سلبيه، كله تمام، كله، فالناس لما ترجع بقى الله ده ايه ده بقى؟ ده البلد دي دوله قويه بتطبق الاجراءات الاحترازيه،
اكتر من الاداره. يبقى الارقام اللي عندهم ان هم الناس بتشكك في الارقام بتاعه وزاره الصحه المصريه نقول لا لا ده البلد فيها ارقام، لا ما جم ينظموا حاجه الارقام بتاعهم مظبوطه واحنا الاجانب اهوت موجودين والناس وحصل معاهم وجم ورجعوا سالمين لبلادهم. فدي بتدي انديكيشنز عالي جدا جدا على قوه الدوله، على اجراءاتها، على حفاظها على الناس، على تنظيمها، ان هي مش هرجله، كل واحد في منظومه بتشتغل بتعمل حاجه بتدي نتائج بتاعها. طيب دلوقتي ايه تفيد بحاجه زي كده؟ الناس ما جت قعدوا زي ما اتفقنا ان هم قاعدين في الفنادق بتاعتهم وما بيعملوش حاجه، فعملنا لهم حاجات برامج ترفيه، جبنا لهم ترابيزات تنس طاوله بينج بونج بيلعبوا فيها، الدنمارك عايزين ترابيزه زي هات الفريق السويد، احنا شفنا بيلعبوا كوره كلهم كمان بيلعبوا كوره، ابتدوا يلعبوا كوره بيلعبوا ده لغوا التمارين بتاعتهم في الصالات وابتدوا يتمرنوا في الفنادق. ليه؟ مساحات مش طبيعيه، لان الفندقين اللي موجود اتنين فنادق اللي احنا من مختارين، واحد على النيل واحد على الهرم، في مكان غير كده مفيش حاجه في العالم. الصور اللي كنا بنشوفها يا ريت الاعداد يعد لنا كمان الصور، الفرق اللي بتروح او بتروح مثلا الهرم او في فرق بتروح على البحر بتطلع يعني برضو تحت ده في بابلز ماشيين مفيش حاجه بيجي جنبهم مفيش حاجه بالظبط. والصور دي جميله جدا بتوصل لاهاليهم، هم بقى ابتدوا يقولوا ما احنا هنبقى، وابتدوا هم كانوا في تخوف في الاول، لا مش عايزين مش فاهم، ابتدى فريق طلع الهرم ابتدوا يروحهم، الناس هيت مبسوطه جدا رايحين عند الهرم، في حد تاني جابهم مفيش بني ادم، ده رئيس البعثه بتاع المانيا، الراجل قال انا مش مصدق ده المانيا، انا مش مصدق في اللي انا فيه ده اكيد بعيد عن عيلته ده كل الناس دي بعتت صوره 1600 واحد نزلوا ده في اوتيل خلفيته الهرم، في مين هاوس قاعدين خلفيته الهرم، في احلى من كده يعني؟ مفيش استمتاع بطبيعه، ده حلم بالنسبه للناس ان هم كانوا يبقوا في الهرم. ده في الماسا في العاصمه الاداريه، شوف الناس يعني ابتدوا يعني بجد يستمتعوا كمان بوقتهم، فخلاص بخلاف مشاركتهم في البطوله التنشانه اللي كانت عليهم. لقوا الجو كويس قوي، بيلعبوا بيستمتعوا، منتخب اليابان يعني منتخب اليابان في الهرم ناس مش ده حلم بالنسبه لناس كتير جدا طبعا. يعني فريق زي الاوروجواي، مين هيجي من الاوروجواي تاني يجي مصر المنطقه دي؟ صحيح. دول في الساحل الشمالي اما كانوا في الاوتيل، شوف في يناير في يناير الناس قاعده على البحر، فانت بتتكلم على دول اوروبيه يعني، انت احنا بنتكلم بقى لو نسوق مصر طبعا الشاطئ الساحل الشمالي مش هشتغل الصيف بس، شغال شتاء كمان اهو. احنا ترتيبنا ايه في السياحه الرياضيه؟ هو مش سياحه رياضيه بس بقى حضرتك، احنا هنتكلم الاستفادات فعلا في دي، ان الناس دي هترجع ده سفراء لبلدنا. يعني مثلا كابتن هاني لعب في المانيا وله صحاب كتير في المانيا بس هو مصري، وله صحاب المان، هو اما يجي يقول للالمان تعالوا زوروا مصر غير ما واحد صاحبه كان في فريق المانيا يقول للالمان انا كنت في مصر وتعالوا زوروا. المصداقيه والثقه هتيجي من الالماني، انا بحب بلدنا فتعالوا زوروا مصر، لكن اما واحد الماني بيقول للالمان تعالوا زوروا البلد دي انا كنت فيها ومبسوط واستمتعت بيها وحط صور، الصور دي انتشرت على كل وسائل التواصل الاجتماعي، دي اكبر دعايه لمصر. انت لو بتدفعي فلوس عشان تسوقي لمصر الارقام دي، البطوله كاس العالم لكره اليد المونديال سوق مصر سياحيا واقتصاديا وامنيا وصحيا بشكل غير مسبوق. فالاستفاده احنا يعني ما جاش جمهور، ما جاش جمهور، كنا ممكن نطلع مكاسب ماديه، كنا ممكن نطلع مكاسب ماديه من جماهير، كان يبقى في تغطيه جامده جدا طبعا. وحاجه، لكن الاستفاده من الجمهور ان عدم اللي من الدعايه لمصر بالامان اللي في مصر، بالامان الصحي، بالامان السياحي للتواجد، بتظهر الاماكن السياحيه بتاعتك اللي موجوده في الاماكن الشهيره دي، هتبتدي الناس بعد ما ان شاء الله الطيران يرجع والجائحة ترجع الناس دي بتيجي تزور. ده يا استاذ ممدوح انت بتظهر الحاجات ده في الوقت ده، في الوقت ده بالظبط الناس بتستمتع بيها تمام يا كابتن هاني، يعني هو ده يعني هو ده المربط. الناس دي ما ترجع بالظبط، هم قالوا احنا هنرجع باسرنا، هنرجع بعائلتنا، هنقول لاصحابنا، كل ده متسجل بفيديو في فيديوهات، ودي بنبعتها لوزاره السياحه تاخدها تعرضها طبعا في المعارض السياحيه وتبتدي تسوق بيها البلد. زي ما نرجع بقى بحضرتك بتقولي السياحه الرياضيه، السياحه الرياضيه فيها مقومات كتير جدا اللي لازم نقول ايه مصر اللي تملك عندها مقومات مصر تملك ايه في المقومات. نعم. السياحه الرياضيه محتاجه ايه؟ منشأ رياضي. عندنا منشآت في اماكن السياحه، عندنا منشآت رياضيه قامت بيها الدوله المصريه ووزاره الشباب والرياضه، يعني الدكتور اشرف صبحي عمل منشآت رياضيه في اماكن غير طبيعيه، عندنا في شرم الشيخ، في الغردقه، في الاسماعيليه، في اسوان، اماكن كتير جدا. طب محتاج جنب المنشأة ايه؟ فنادق. الاماكن دي كلها فنادق موجودة جنب الأماكن دي، فيبقى المنشأة الفندقية والملعب. طيب في إيه تاني ممكن؟ الجو، إحنا عندنا جو صيف وشتاء ممكن صحيح تقيمي فيها للدول الأوروبية. طب إيه التولز الأساسي اللي ممكن تشتغل عليهم؟ وده أنا مش هتكلم على الكورة بقى، هتكلم على الألعاب الفردية.
في العاب محتاجه ان انت تتنافسي مع حد عشان ترفعي المستوى. انت عندك في التوب 50 في العالم مصريين في العاب مختلفه كتير جدا. عندك في التايكوندو هدايه ملاك، سيف عيسى، ناس من يعني رانكينج عالي جدا في المصريين. ففي في السكواش، في الجودو، في خلينا في الالعاب اللي هي فيها منافسات، جودو، ملاكمه. فممكن في دول تانية تحب تيجي تتنافس مع دول عشان ترفع المستوى. فانت التولز بتاعك، انا اقول معسكر فيه هدايا ملاك في التايكوندو وفيه كذا، فدول تانية تيجي عشان تشارك، فانت بتجذبي الناس تيجي. زائد ان سعر الاقامه في مصر في الفنادق في المعسكرات اقل كتير جدا جدا جدا. الدول الاوروبيه انت عندك افريج اور في الطيران بينك وبين اي دوله في اوروبا 3 ساعات ونص. فانت ممكن تبقى منطقه جذب للمعسكرات الرياضيه للالعاب. ودوت يا استاذ ممدوح اللي بيحصل دلوقتي دوت ده ارض صلبه، ده بيزك بيتحط لما جاي يعني. صحيح. ان شاء الله باذن الله ربنا يزيح عن العالم كله جائحه كورونا. فانت بتتكلم لو السنه اللي جايه انت عندك البيزك وعندك الثقه وعندك الصور اللي بتشجع الناس تيجي مصر، وعندنا كل المقومات ان شاء الله ان احنا نشتغل بيها على المستوى تنظيم عالمي. عندنا ان شاء الله السياحه الرياضيه تكون مهمه جدا، عندنا كل الامكانيات والامكانيات الموجوده باشخاص زي حضرتك. الله يخليك. لا الناس كلها يعني خبرات، لا يعني احنا بنتكلم فيري بروفيشنال، انت على مستوى بروفيشنال جدا، على مستوى التنظيم هايل، حبك كمان لبلدك هو اللي بيدفعك انك تعمل الكلام دوت. فاحنا بنشكرك اولا على وجودك معانا هنا في قناه النادي الاهلي، شرف لينا. الله، انا الشرف ده، انا يعني بيتي الاهلي، ويعني وكابتن هاني ده انت اخويا وتعرف عشان طعم، وبجد سعدت ان انا مع حضرتك يعني. متشكر جدا جدا جدا. احنا كان نفسنا نتكلم كمان عن نجاحات النادي الاهلي ونوع النجاح دوت اضافه كمان لاسم وسمعه مصر والترويج سياحيا تواجد الاهلي. هقول لحضرتك على حاجه، احنا الاسبوع الجاي ان شاء الله خلاص البطوله دي قدامها 6 ايام وتخلص، توعدنا ان احنا يعني أكيد نتكلم تاني. كفايه تواجد الاهلي في كاس العالم للانديه طبعا، الكوره بس احنا ما هو بعد 6 ايام بعد ما البطوله دي تخلص ان شاء الله على خير نستضيف حضرتك تاني في بيتك البيت الكبير علشان نتكلم عن نجاح بقى، النجاح الختامي للبطوله ان شاء الله يا رب، وتحقيق يا رب منتخب مصر اللي رقم قياسي تحتل مركز جيد في البطوله دي، ونتكلم عن النادي الاهلي. اكيد اهلاوي جدا. استاذ ممدوح الششتاوي شكرا جزيلا. شكرا جدا جدا. بكره حلقه جديده ان شاء الله، تصبحوا على خير.